شكرا للكابتن أسامة حسني وضيفيه الكريمين كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير ومتابعة لمباريات الناشئين عبر شاشة قناة الأهلي. واليوم لقاء يجمع الأهلي مواليد 2003 مع الجونة هنا بملاعب الأهلي بمدينة نصر في إطار الجولة الثانية من دوري الجمهورية. مشاهدينا الأعزاء، نتمنى أن احنا نشوف لقاء ممتع وجميل من لاعبي الفريقين ويقدموا لنا كرة قدم جميلة ومتميزة. يمكن كنا استمتعنا باللقاء الذي نقل كافتتاحية للموسم بين النادي الأهلي مواليد 2005 ونادي بلدية المحلة منذ 4 أيام، وحقق الأهلي فيه يعني فوز عريض بثمان أهداف مقابل لا شيء على بلدية المحلة. النادي الأهلي بقى مواليد 2003 كان حقق الفوز على نادي بلدية المحلة في الجولة السابقة بهدف للاعب اللي بيشغل الجبهة الهجومية اليوم في تشكيل المدير الفني كابتن محمد شرف اللي هو عبد الرحمن شريف. مشاهدينا الأعزاء، بدأنا مع حضراتكم أحداث هذا اللقاء وسريعا تشكيل الفريقين. النادي الأهلي لحراسة المرمى طارق حسن، أحمد داود، عبد الرحمن رشدان، إبراهيم عبد الحكيم، محمد وائل، مازن أسامة، مصطفى أبو الخير، ميدو نبيل، أحمد أشرف وميدو أسامة وعبد الرحمن شريف. أدي كرة ملعوبة أمامية ولسه الهجمة خطيرة داخل المنطقة ولكن في لمسة يد. ونعود لتشكيل فريق الجونة، مصطفى مجدي لحراسة المرمى، زياد كامل، مروان محمد، أحمد نور الدين، زياد محمد، شرف، مصطفى، سامح، عمر، أحمد حسنين، علي عادل وكهربا ومصطفى محمد. أما القيادة التحكيمية اليوم للكابتن نورة سمير العنصر النسائي في التحكيم في أحداث هذا اللقاء، وبيعاونها أسامة السيد كمساعد أول وأحمد زيدان كمساعد ثاني. تجربة طبعا شفناها سابقا يعني التحكيم النسائي، نتمنى لها التوفيق النهاردة كابتن نورة سمير حكم هذا اللقاء. يمكن بنلعب في الدقيقة الثانية من عمره وأحداث وبداية الشوط الأول من هذا اللقاء، والكرة ناحية الشمال عند اللاعب مازن أسامة اللي بيلعبها وتمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس من الجانب الأيسر، أو هنشوف بقى بقت رمية تماس من ناحية اليمين لصالح فريق الجونة. تتلعب على طول أمامية، الجونة اللي كان خسر أولى مبارياته على ملعبه من النادي المصري ب0-1، وزي ما قلنا لحضراتكم الأهلي كان حقق الفوز على بلدية المحلة بهدف مقابل لا شيء، كان سجله اللاعب عبد الرحمن شريف زي ما قلنا واستعرضنا مع بداية أحداث هذا اللقاء. أدي أمامنا الفاول والمخالفة لصالح بقى لاعب نادي الجونة في مباراة اليوم. مروان محمد هيلعب الكورة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، ركلة حرة لصالح الجونة بتتلعب على طول عرضية داخل المنطقة ومعدية واصلة في اتجاه طارق حسن اللي بيحرسها وبيسيبها وتطلع الكورة وتبقى ركلة مرمى. طارق حسن اللي يعني كان الحارس الثالث ولكن وجد نفسه هو الحارس الأول بعد انضمام بقى مصطفى مخلوف للفريق الأول لنادي الأهلي، وأيضا إصابة لسيحة اللاعب بقى طارق حسن أخذ الفرصة ومسك فيها بشكل متميز جدا وتألق بشكل كبير وبدأ يعتمد عليه المدير الفني كابتن محمد شرف كأساسي، واليوم أدهم سيحة متواجد على مقاعد البدلاء. تتلعب الكرة توصل هناك ناحية اليمين للنادي الأهلي، لازلنا طبعا في البداية وكل فريق بقى بيكتشف الفريق الآخر والأمور اللي كلكم عارفينها. تتلعب الكرة مرة تانية، وادي مصطفى بالخير بيلعب كرة داخل منطقة خطرة جدا للنادي الأهلي، وادي فرصة وعرضية، عرضية منتهى الخطورة إنما في تسلل، إنما في تسلل. شوف مصطفى بالخير لعب الكرة بشكل حلو قوي ناحية اليمين بقى للاعب اللي كان متقدم ميدو اللي لعب الكرة العرضية، ولكن كان في تسلل ورايا وصفارة، ركلة حرة غير مباشرة لصالح فريق الجونة في أحداث هذا اللقاء. ركلة حرة غير مباشرة للجونة في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. بتتلعب على طول أمامية، معدية عالية ويعني بيحرسها كده لاعبو النادي الأهلي. بتتلعب الكرة من محمد وائل إلى خارج الملعب، طلعت وبقت رمية تماس، ولكن طارق حسن اللي هو حارس المرمى كان ممكن أعتقد يطلع ويمسك الكرة في اللقطة الماضية. ترجع الكرة مرة تانية للاعبي النادي الأهلي في وسط الملعب، ادي استلام من ميدو نبيل، لاعب ميدو نبيل اللي كان يعني تم تصعيده ايضا للفريق الاول للنادي الاهلي. ثلاثه لاعبين تم تصعيدهم للفريق الاول من هذا الفريق مواليد 2003 اللي هو مصطفى مخلوف حارس المرمى وعبد الرحمن رشدان اللي متواجد في التشكيل الاساسي لمباراه اليوم، وايضا لاعب ميدو نبيل.
ترجع الكرة هناك ناحية اليمين، انطلاقة محاولة لعبد الرحمن رشدان اللي بيلعبها في وسط الملعب، ترجع لمصطفى بالخير، لعبد الرحمن رشدان مرة تانية في الخلف لأحمد داوود اللي بيلعبها في وسط الملعب لإبراهيم عبد الحكيم، مدافع صاعد ومدافع متميز هذا اللاعب الحقيقة إبراهيم عبد الحكيم. وادي الكرة الملعوبة الأمامية، تعود الكرة مرة تانية لصالح فريق الجونة، والهجمة للاعب سامح عمر اللي بيلعب الكرة لقدام كده عند كهربا، ادي انطلاقه من ناحيه الشمال لصالح الجونه، خطيره جدا والمحاوله في هذه اللحظات، عدى الراجل وماشي ولعب كره عرضيه، ولكن طارق حسن بقى يتالق وترجع الكره، ولسه الهجمه، لسه الهجمه، وتعود بقى من اللاعب شرف مصطفى الى حارس المرمى طارق حسن، حارس مرمى النادي الاهلي، تعود الكره واضحه جدا، يعني نيات بقى فريق الجونه اللي بيبادل الاهلي الهجمات في الخمس دقائق الاولى من عمره واحداث هذا اللقاء. نادي الاهلي بقى والكابتن محمد شرف وبدايه المباراه ولسه في بدايه الموسم، دي الجوله الثانيه، فاللعب السهل بقى لحد اكتساب الفورمه الفنيه بعد بقى فتره الاعداد والشغل على الجانب البدني، الجانب بقى الفني بيجي بتوالي المباريات، فاحنا لازلنا في الجوله الثانيه من عمر واحداث دوري الجمهوريه لمواليد 2003. ان شاء الله يكون موسم موفق، الفريق في الموسم الماضي حقق اللقب الحقيقه في المباراة النادي الزمالك اللي كان حسمها بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد بملاعب نادي الزمالك ب100 عقبة، ويعني انتصار كان بطعم البطولة الحقيقة، لأن النادي الأهلي بعد الفوز في هذا اللقاء حقق لقب دوري الجمهورية لمواليد 2003. ترجع الكرة مرة ثانية، إن شاء الله الأهلي يكون أيضا البطل لهذا الموسم، وأدي تصويبة حلوة ولسه الكرة منتهى الخطورة، أحمد أشرف، أحمد أشرف فاجئ الكل بتصويبة حلوة في اللقطة الماضية، ولكن مصطفى مجدي حارس المرمى للجونة يتصدى، أحمد أشرف اللاعب اللي كان سجل 6 أهداف في الموسم الماضي مع الأهلي 2003، وبالمناسبة هو شقيق وشقيق اللاعب محمد أشرف لاعب النادي الأهلي اللي انتقل لنادي زد الحقيقة. ترجع الكرة مرة تانية لناحية اليمين، أدي الكرة الأمامية الملعوبة والمحاولات للنادي الأهلي، مصطفى بالخير، تعود الكرة في الخلف عند اللاعب أحمد داوود، ادي احمد داوود بيستلم الكره وبيلعبها في وسط الملعب لميدو نبيل، ادي ميدو نبيل كابتن الفرقه النهارده، ميدو بيفتح الملعب ناحيه الشمال عند اللاعب ابراهيم عبد الحكيم اللي عامل الزياده، وبيلعب الكره الاماميه ابراهيم عبد الحكيم داخل منطقه الجزاء، وترجع الكره في اتجاه اللاعب مصطفى بالخير اللي كان مكمل على حدود المنطقه، ولكن دفاع نادي الجونه بيخرجوها، وتتلعب الكره عند عبد الرحمن رشدان ناحيه اليمين، رشدان بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، ولكن بيطلع مره ثانيه دفاع نادي الجونه، واضح جدا يعني التعليمات للاعبي النادي الاهلي بانهم يلعبوا كرات عرضيه من على الاجناب كده. ترجع الكره من احمد داوود بمعلمه كده الى حارس المرمى طارق حسن لامام حضراتكم، بيلعب الكره طارق، وادي بدايه الهجمه للنادي الاهلي عند اللاعب مصطفى بالخير اللي واضح تماما ان هو محطه، لاعب متميز جدا في مركز 6 هذا اللاعب، وبيستلم الكره وبيوزعها بشكل متميز على زملائه، ادي عبد الرحمن رشدان ثلاثي خط الظهر للنادي الاهلي النهارده، ابراهيم عبد الحكيم بدايه هجمه بهدوء كده من لاعبي النادي الاهلي، ملعوبه الكره مره ثانيه لميدو اسامه بيلعبها وتوصل الى ابراهيم عبد الحكيم بيلعبها في وسط الملعب لميدو نبيل، ميدو نبيل يتقدم للامام وبيلعب الكره البينيه الحلوه، وادي الكرات بقى واللمسات الحلوه من لاعبي النادي الاهلي، وهجمه جميله جدا واحده والثانيه اتلعبت حلوه قوي ناحيه الشمال، مازن اسامه عدى وماشي، وادي العرضيه من مازن اسامه خطره، والهدف الاول، والهدف الاول للنادي الاهلي، الجول الاول للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء من كره عرضيه حلوه، بيسجل بقى النادي الاهلي الهدف الاول في المباراه، الهدف الاول للنادي الاهلي في المباراه، وكره عرضيه من مازن اسامه بشكل متميز جدا في مباراه اليوم، وعبد الرحمن شريف، عبد الرحمن شريف بيضيف الهدف الثاني ليه في دوري هذا الموسم والاول في مباراه اليوم للنادي الاهلي، علشان يتقدم الاهلي على الجونه بهدف مقابل لا شيء في مباراه اليوم. برافو يا ولد يا لعيب، والحقيقه كره ملعوبه جميله جدا ما بين ميدو اسامه وما بين ميدو نبيل، وادي العرضيه وادي الاعاده، وشوف بقى هنا الراجل قاطع قبل حارس المرمى اللاعب عبد الرحمن شريف اللاعب الهداف اللي كان سجل هدف الفوز على نادي بلدية المحلة في الجولة الأولى، يعود ويسجل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة من عمر وبداية أحداث لقاء الأهلي مع الجونة في الجولة الثانية، حاجة جميلة جدا جدا الحقيقة هذا اللاعب عبد الرحمن شريف، واكتشاف في مركز راس الحربة، ولاعب هداف ولاعب يعني شوفوا بقى انقض على الكرة بشكل سريع في اللقطة الماضية، واستطاع أن يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية للجونة، إنما بداية جيدة للنادي الأهلي، تقدم بهدف مقابل لا شيء يريح الأعصاب، وفي نفس الوقت بقى يدي الثقة للاعبين من أجل إضافة بقى أهداف أخرى ومتعة، متعة
تعود الكرة مرة تانية للنادي الأهلي عن طريق اللاعب أحمد داود اللي بيلعبها لإبراهيم عبد الحكيم لأحمد داود مرة تانية ناحية اليمين. ادي الهجمة للنادي الأهلي وكرة كده في وسط الملعب إنما على طول مقطوعة وتعود مرة تانية للاعبي نادي الجونة اللي بتتلعب الكرة الأمامية العالية ومعدية والتغطية اللي أمامنا من اللاعب مازن أسامة. ادي مازن أسامة وتتلعب الكرة وتطلع وتبقى لصالح النادي الأهلي من ناحية الشمال. إنما حاجة جميلة جدا وبداية رائعة الحقيقة للنادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا، وهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب عبد الرحمن شريف. رمي التماس مازن أسامة من ناحية الشمال بيلعب الكرة الأمامية مازن أسامة، وادي عبد الرحمن شريف بلعبة رأسية كده عبد الرحمن بيضغط على طول على دفاع نادي الجونة، إنما زياد كامل بيلعبها في وسط الملعب للاعب شرف مصطفى اللي بيفتح الملعب ناحية اليمين عند أحمد نور الدين لفريق الجونة، وترجع الكرة لشرف مصطفى مرة تانية بيعدي شرف وبيلعبها ناحية اليمين عند اللاعب سامح عمر إلى شرف مصطفى. أدي شرف بيأجل كده وبيلف وبيدور وبيلعب كرة بينية حلوة للاعب سامح عمر ونقلات متميزة من لاعبي الجونة في مباراة اليوم، يعني بيحاولوا كده إن هم يلعبوا كرة من القدم للقدم علشان ما يفقدوهاش. حاول يجيبها في اللقطه الماضيه اللاعب عبد الرحمن شريف لاعب النادي الاهلي، وادي كره عرضيه داخل منطقه مره ثانيه ومحاوله انما خطره وبيطلع على طول اللاعب مازن اسامه اللي بيلعب الكره الاماميه في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف انما مقطوعه وتعود لفريق الجونه مره ثانيه. ادي الكره الاماميه الملعوبه حلوه ناحيه اليمين والكره العرضيه من اللاعب سامح عمر انما على طول ترجع من مازن اسامه اللي بيلعبها الى ميدو اسامه. ادي ميدو بيلعب الكره في وسط الملعب مره ثانيه لمازن. مازن بيلعب الكرة لمصطفى أبو الخير اللي بيعيدها في الخلف عند اللاعب إبراهيم عبد الحكيم اللي بيلعبها بدوره إلى طارق حسن. طارق حسن بيلعب الكرة، طارق لاعب الأهلي مش عايزين يشتتوا الكرة كده وبيطلعوا بيها من الخلف الأمام زي ما حضراتكم شايفين. اتلعب الكرة من محمد وائل في وسط الملعب للاعب أحمد داود بيلعبها ناحية اليمين مرة تانية للنادي الأهلي وكرة في وسط الملعب لميدو نبيل. ميدو نبيل بيلعب الكرة لإبراهيم عبد الحكيم، نقلوا الكرة من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال بشكل حلو. وادي ميدو أسامة بيعدي ميدو أسامة وبيلعبها في وسط الملعب مرة تانية للاعب ميدو نبيل اللي بيلعب الكرة الأمامية واصلة هناك ناحية اليمين. وشوف الأهلي بقى بين الكرة من الشمال لليمين ومن الشمال ومن اليمين للشمال بشكل رائع في مباراة اليوم لأكثر من مرة. ادي بقى كرة حلوة قوي، وادي مازن أسامة عرضية عرضية كان عمل الكرة العرضية بتاعت الهدف الأول اللي متقدم به الأهلي حتى الآن، وحاول يعمل كرة عرضية مرة تانية اللاعب اللي أمام حضراتكم مازن أسامة. تتلعب الكرة أمامية وتوصل مرة تانية لفريق الجونة إنما بمبدأ الأمان والاطمئنان بيطلع الكرة اللاعب أحمد داود تبقى رمية تماس. تتلعب الكرة مرة تانية لأحمد نور الدين اللي بيلعبها ناحية الشمال لكهربا اللي داخل المنطقة كهربا وبيلعب كرة عرضية، ولكن على طول بيطلع دفاع النادي الأهلي عايزين يخرجوا الكرة يعني وتبقى رمية تماس، إنما خرجت وبقت ركلة ركنية من ناحية اليمين لصالح فريق الجونة في مباراة اليوم. ركلة ركنية للجونة في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء. الأهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء حتى الآن في مباراة اليوم، وأمامنا اللاعب سامح عمر بيستعد للتنفيذ للركلة الركنية لفريق الجونة من ناحية اليمين من ملعب المباراة، ملاعب الأهلي بمدينة نصر، حاجة يعني متميزة جدا وكان واضح أمامكم في الصورة يعني المدرج بقى اللي هيتم إكماله بإذن الله. أدي الكرة العرضية عالية معدية كده داخل المنطقة ولكن بيطلع دفاع النادي الأهلي. ترجع الكرة مرة تانية للاعب سامح عمر اللي بيشيل الكرة عرضية مرة تانية انما بيطلع دفاع الاهلي، وترجع لسامح عمر للمرة الثالثة بيحاول سامح انما يتدخل بقى في توقيت مناسب يا ولد يا لعيب يا ميدو نبيل. ميدو نبيل بيلعب الكرة الامامية ميدو نبيل وانطلاقة توصل الكرة مرة تانية في وسط الملعب لصالح لاعبي النادي الاهلي. ادي عبد الرحمن شريف يا ولد يا لعيب وبياخد منها رمية تماس من ناحية الشمال للنادي الاهلي. النادي الاهلي فريق الاول بقى اللي بيستعد لخوض بقى مباراه كاس السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري بمدينه الطائف بالمملكه العربيه السعوديه يوم 15 سبتمبر على استاد الملك فهد. بالمناسبه الاهلي حقق بطوله السوبر 8 مرات. الاهلي هو بطل كاس السوبر الافريقي كاكثر الفرق تحقيقا للبطوله الحقيقه، وشفنا بقى الجماهير المصريه بالمملكه العربيه السعوديه ونفاذ التذاكر المخصصة للمباراة من جانب جماهير النادي الأهلي.
اي مكان الاهلي بيتواجد فيه بتشوف الجمهور، يعني حتى في المعسكر اللي كان مقام بالنمسا شفنا الجماهير اللي كانت متواجده في المباراه الوديه للنادي الاهلي. ادي كره عرضيه عاليه ومعديه من اللاعب مازن اسامه واصله هناك ناحيه اليمين عند اللاعب محمد وائل. دايما جمهور الاهلي في كل مكان تجده خلف النادي الاهلي. المباراه الوديه اللي كان حقق الاهلي فيها الفوز بمعسكر النمسا 3-1 على فريق الوميني السلوفيني. ادي كره مره تانيه وتتلعب، وادي بقى مصطفى بالخير هي فيها فكره عايز يركن الكره كده بباطن القدم بشكل كويس، ولكن مرت بقى الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى لفريق الجونه في احداث هذا اللقاء. بمناسبه بقى ذكر المملكه العربيه السعوديه، شفنا قرعه كاس العالم للانديه والمواجهه المحتمله ما بين الاهلي واتحاد جده السعودي اللي هيلاعب اوكلاند سيتي في الدور التمهيدي. مباراه يعني هتكون جماهيريه من الطراز الاول بقى والطراز الفريد، ومواجهه مصريه سعوديه على مستوى الانديه. الاهلي اللي كان حقق الفوز ب4 اهداف على نادي الهلال السعودي، والهاشتاج الشهير بقى للجماهير السعوديه نبغي الستر. ادي كوره والى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى لصالح النادي الاهلي المتقدم حتى الان، ومرور اول ربع ساعه من احداث الشوط الاول من هذا اللقاء التقدم للاهلي بهدف مقابل لا شيء للاعب عبد الرحمن شريف. تعود الكره مره ثانيه، مازن اسامه بيلعبها في الخلف للاعب ابراهيم عبد الحكيم. بدايه هادئه تماما من لاعبي النادي الاهلي، ثقه كبيره في النفس، نقلات متميزه من اللاعبين مشاهدينا الاعزاء في اول ربع ساعه من احداث هذا اللقاء، وتقدموا بهدف مقابل لا شيء، وواضح تماما انهم واخدين تعليمات انهم ما يشتتوش الكوره، يعني يطلعوا بالكوره من الخلف للامام والشورت باص بقى والامور اللي كلكم حافظينها، مع بعض التمريرات بقى من لاعبي وسط الملعب عن طريق اللاعب ميدو نبيل وميدو اسامه واحمد اشرف. ادي على طول الانطلاقه، ميدو اسامه بيلعب الكره الاماميه والمحاوله في هذه اللحظات للاعب مصطفى بالخير اللي بيحاول وبياخدها مصطفى بالخير وبيلعبها مره ثانيه توصل ناحيه الشمال عند اللاعب مازن اللي بيلعب كره عرضيه مازن اسامه، وادي الاستلام للهداف، الهداف اهو بقى، وادي تصويبه انما عاليه وبعيده من اللاعب ميدو نبيل والى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى، ويعني واضحه جدا بقى التعليمات والكرات العرضيه اللي دايما بيلعبها اللاعب مازن اسامه داخل منطقه الجزاء، واللاعب عبد الرحمن شريف اللي استلم الكره في اللقطه الماضيه ولكن ظهره كان للمرمى لعب الكره في الخلف ليه اللاعب ميدو نبيل اللي سدد، ولكن الكره تعلو عارضه الحارس بقى مصطفى مجدي حارس مرمى نادي الجونه في مباراه اليوم. حتى الان ماتش ممتع يعني في مجمله، وتعود الكره مره ثانيه ناحيه الشمال لصالح فريق الجونه، انما الكره طلعت وبقت رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين وللاعب محمد وائل. محمد وائل ورمي التماس للاهلي، تتلعب الكره في الخلف مره ثانيه عبد الرحمن رشدان، استلام من عبد الرحمن بيلعبها لابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم بيفتح الملعب ناحيه الشمال للاعب ميدو اسامه، ميدو اسامه صاحب بقى الاحتفال او ده هنا اللاعب مازن، والله مازن اسامه ميدو هو اللي كان صاحب الاحتفال الشهير في مباراه الزمالك لما قبل يد والدته كده الحقيقه، وكان حديث السوشيال ميديا الاهلاويه. رمي التماس من ناحيه اليمين لصالح النادي الاهلي، تتلعب الكره لميدو نبيل، ادي ميدو، ابراهيم عبد الحكيم، استلام من ابراهيم وتقدم للامام وبيلعب الكره مره ثانيه لميدو اسامه اللي بيفتح الملعب ناحيه الشمال عند مازن اسامه لميدو. ميدو بيلعب الكره على حدود منطقه الجزاء للاعب ميدو نبيل، وانطلاقه ناحيه اليمين للنادي الاهلي، كرات بعرض الملعب رايحه وجايه كده، وادي الكره الاماميه والمحاوله بقى، المحاوله من اللاعب عبد الرحمن شريف. اللي عجبني الحقيقه في عبد الرحمن شريف ان هو لاعب ايجابي على المرمى، كل كره بتجيله كده بيحاول ان هو يعني يلعب في اتجاه المرمى، سجل هدفين في المباراه والجوله الاولى امام بلديه المحله زي ما قلنا، والاهلي كان حقق ال3 نقاط بهذا الهدف، واليوم ايضا سجل هدف متقدم به الاهلي على الجونه 1-0 في احداث هذا اللقاء. حاجه جميله للاعب عبد الرحمن شريف اللاعب المتواجد في مركز راس الحربه اليوم ومركز 9 في تشكيل المدير الفني كابتن محمد شرف المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن محمد شرف اللي كان حقق البطوله دوري الجمهوريه مع الاهلي مواليد 2001، وايضا في الموسم الماضي مع الاهلي 2003، وكان متواجد في يعني فتره التسعينات بقى مع النادي الاهلي في الفتره اللي كان متولي فيها القياده الفنيه الالماني راينارد سوبل. ادي انطلاقه بقى من ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي في مباراه اليوم، الجبهه اليسرى اللي شغاله في احداث هذا اللقاء، انما مقطوعه مره ثانيه لفريق الجونه، وادي الكره ملعوبه من ناحيه اليمين ومحاوله كده للاعب احمد حسنين بيلعب كره بينيه حلوه لمصطفى محمد. ادي مصطفى محمد امام حضراتكم والكره العرضيه، وتعود الكره مره ثانيه للاعب عبد الرحمن رشدان، ادي عبد الرحمن رشدان والفاول للنادي الاهلي.
فاول للنادي الاهلي على اللاعب مصطفى محمد لصالح اللاعب عبد الرحمن رشدان لاعب ومدافع النادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي امامنا الكوره وادي امامنا الدفعه في ظهر بقى اللاعب عبد الرحمن رشدان من قبل اللاعب مصطفى محمد لاعب فريق الجونه وحكم اللقاء او حكمت بقى اللقاء كابتن نوره سمير بتحتسب المخالفه للنادي الاهلي. عنصر نسائي النهارده في القياده التحكيميه كحكم ساحه لمباراه اليوم كابتن نوره سمير. زي ما قلنا بيعاونها اسامه السيد واحمد زيدان وثلاثه من منطقه القاهره لكره القدم. كل امنياتنا بالتوفيق للتحكيم المصري بصفه عامه يعني، لان التحكيم احد العناصر المهمه جدا التي دائما ما ترسي العداله في كره القدم المصريه، او نتمنى انها تكون كده دايما يعني. ادي كره ملعوبه وتوصل ناحيه الشمال للاعب مازن. بيلعب الكره في وسط الملعب لابراهيم عبد الحكيم اللي بيلعبها في الخلف عند اللاعب احمد داوود، وتتلعب الكره هناك ناحيه اليمين للنادي الاهلي. عبد الرحمن رشدان اللي بيزيد وبيلعب كره عرضيه، وادي الانطلاقه والمحاوله من اللاعب ابراهيم عبد الحكيم، انما على طول الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. ادي امامنا كابتن نوره سمير حكم هذا اللقاء. ترجع الكره مره ثانيه ناحيه اليمين، وادي الانطلاقه لصالح النادي الاهلي والكره العرضيه على حدود منطقه خطره، ومحاوله بقى هنا من اللاعب ميدو نبيل، وترجع الكره لسه الهجمه دخل منطقه، والجول الثاني والجول الثاني للنادي الاهلي، الهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، وجول حلو قوي قوي، واحتفال بقى وفرحه كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي بالهدف الثاني في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، علشان يتقدم الاهلي بالهدف الثاني في مباراة اليوم. ادي الهجمة وادي الكورة وادي اللعبة وادي التصويبة الحلوة من اللاعب ميدو أسامة. ادي ميدو أسامة واحتفالاته الشهيرة والهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراة اليوم، علشان يتقدم الاهلي على الجونة 2-0 في اول 20 دقيقة واول تلت ساعة من احداث هذا اللقاء. الاهلي اصبح متقدم على الجونة 2-0 في مباراة اليوم، 2-0 في مباراة اليوم للنادي الاهلي، وبداية جيدة وبداية ممتازة وبداية رائعة. شفنا الاحتفاظ بالكرة، تمريرات اللعب وتغيير الملعب من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، والحاجات الحلوة اللي احنا بنشوفها في احداث هذا اللقاء. وهدفين هدفين اللاعب ميدو أسامة، يعني الاهلي النهاردة عنده اكتر من لاعب بيجيد التعامل امام بقى العارضة والقائمين وامام المرمى للمنافسين، علشان كده فرصة فوز الاهلي واحراز اهداف كبيرة النهاردة زي ما شفنا مع حضراتكم، سجلوا هدفين في ثلث ساعة ولسه. وادي كرة ملعوبة مرة تانية توصل ناحية الشمال، والمحاولة في هذه اللحظات للاعب سامح عمر بيلعبها على حدود منطقة الجزاء في احداث هذا اللقاء، ولكن مقطوعة الكرة وترجع لفريق الجونة مرة تانية ناحية الشمال. وادي بقى اللاعب المتألق، ادي ميدو أسامة عدى وماشي عدى وماشي وبيلعب كرة عرضية حلوة، اه لو عدت في اتجاه ميدو نبيل كان هيبقى يعني اسيست متميز جدا ايضا من اللاعب ميدو أسامة. تتلعب الكرة مرة تانية توصل ناحية الشمال لصالح فريق الجونة، وادي الكرة الأمامية الملعوبة، وتعود الكرة من اللاعب عبد الرحمن رشدان إلى حارس المرمى طارق حسن. طارق حسن بيلعبها لإبراهيم عبد الحكيم، إبراهيم عبد الحكيم أحد المدافعين الصاعدين بيلعب الكرة الأمامية العالية، وترجع في وسط الملعب مرة تانية لمصطفى أبو الخير، وعلى طول حكمت اللقاء كابتن نوره سمير ما تديش حاجه في اللقطه الماضيه، ودي تصويبه لفريق الجونه وتوصل مره ثانيه داخل منطقه الجزاء، والمحاوله في هذه اللحظات بقى امامنا من اللاعب علي عادل، انما الكره تمر الى خارج الملعب، وفي لاعب من النادي الاهلي واقع على ارض الملعب، في لاعب واقع على ارض الملعب امام حضراتكم من جانب لاعبي النادي الاهلي، نتمنى له السلامه طبعا ويقوم ويكمل المباراه مع الفرقه في مباراة اليوم. هينزله طبعا كابتن علاء محمود او دكتور علاء مأمون طبيب الفريق علشان يطمئن على سلامة لاعب النادي الاهلي اللي واقع على ارض الملعب. والشيء بالشيء يذكر يعني، ادي بقى الاعادة للهدف الثاني للنادي الاهلي للاعب ميدو أسامة، والتصويبة الحلوة والهدف الجميل. دكتور احمد جبلة طبيب قطاع الناشئين بالنادي الاهلي انضم للفريق الاول. لسه اللاعب متوقف ورمي تماس لصالح فريق الجونه من ناحيه الشمال في احداث هذا اللقاء مشاهدينا. هيلعبها اللاعب زياد محمد، زياد محمد بيلعب الكره الاماميه، وادي الاستلام والمحاوله في هذه اللحظات، ما مقطوعه الكره وترجع مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي، وادي الكره الملعوبه الحلوه والانطلاقه كده من ناحيه الشمال عند اللاعب بقى محمد وائل واحمد اشرف، انما على طول مقطوعه وترجع مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي في وسط الملعب. احمد داوود بيلعبها الى حارس المرمى طارق حسن، ادي طارق حسن، طارق بيفتح الملعب ناحيه الشمال عند ابراهيم عبد الحكيم اللي بيتقدم للامام وياخد مساحه،
وماشي ابراهيم عدى واحد والتاني ولعبها ناحيه الشمال عند مازن، مازن اسامه، مازن اسامه على طول بيلعب الكوره الى ميدو اسامه، ثلاث اربع نقلات للنادي الاهلي عند اللاعب عبد الرحمن شريف، انما ترجع لعبد الرحمن ياخدها ولد العيب. وادي عبد الرحمن عايز يستخدم مهارته بقى ويمر في اللقطه الماضيه، ولكن كان عنده فرصه للتمرير على الجانب الايسر من ملعب المباراه، كان فاتح له بقى اللاعب ميدو اسامه الحقيقه. انما ترجع الكره مره ثانيه مصطفى بالخير في وسط الملعب لميدو نبيل، ميدو نبيل بيعدي وماشي ميدو نبيل وبيفتح الملعب ناحيه اليمين عند محمد وائل، نقلات جميله من لاعبي النادي الاهلي احمد اشرف، وادي الكره الحلوه هناك ناحيه الشمال والمحاوله لاحمد اشرف، ادي احمد اشرف اهو يا ولد العيب عدى حلو قوي، ومره ثانيه اجل ولسه الكره معاه وبيلعبها في الخلف للاعب ميدو نبيل، وميدو نبيل بيلعب كره عرضيه تصطدم بدفاع نادي الجونه وبيطلعوها عن طريق اللاعب شرف مصطفى، ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي اللي مسيطر يعني على مجريات الامور في ارض الملعب ومستحوذ على الكره، وتتلعب الكره مره تانية هناك ناحيه الشمال، وادي احمد اشرف، وهل بقى يلعب العرضيه؟ عدى والمهاره، حاول يستخدم مهارته ويحصل على ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، يحصل على ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين في مباراه اليوم اللاعب احمد اشرف. وادي كابتن نوره سمير حكم هذا اللقاء، العنصر النسائي بقى المتواجد في التحكيم، واضافه جديده للتحكيم في كره القدم المصريه، هي مش جديده قوي يعني لان شفناها قبل كده. ادي بقى ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، تتلعب الكره مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي، وادي مازن اسامه اللي راح بقى المره دي ناحيه الشمال او ناحيه اليمين ولاعب تصويبه كده، لها عرضيه ولها تصويبه انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لفريق الجونه في مباراه اليوم. رمي التماس من ناحيه اليمين لصالح فريق الجونه، هيلعبها على طول اللاعب زياد محمد، ادي زياد محمد بيلعب الكره الاماميه، بنلعب في الدقيقه 26 من عمر واحداث الشوط الاول، والاهلي اصبح متقدم بهدفين مقابل لا شيء سجلهم اللاعب عبد الرحمن شريف واللاعب ميدو اسامه. ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي، ادي كره في وسط الملعب للاعب ميدو نبيل اللي بيلعب الكره لعبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن رشدان، وترجع الكره مره ثانيه، وادي عبد الرحمن رشدان بيستلم على طول، وعبد الرحمن وتصويبه انما تمر الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى. شايفين برده لا مركزيه النهارده في اداء بعض اللاعبين داخل ارض الملعب. عندنا بقى اساتذتنا في التحليل مع الكابتن اسامه حسني، دكتور كابتن محمد حشيش ودكتور احمد ثابت، وبيشرحوا كل تفصيله الحقيقه في المباراه. ادي الكره الاماميه الملعوبه العاليه، وتعود الكره مره اخرى للاعبي فريق الجونه، نادي الجونه، ادي انطلاقه حلوه وتصويبه حلوه حلوه حلوه، ولكن طارق حسن ايضا يواصل التالق، طارق حسن حارس مرمى نادي الاهلي اللي حصل على الفرصه الحقيقه ومسك فيها بشكل متميز جدا، وتعود الكره مره تانية الحقيقه يعني حراسه مرمى النادي الاهلي في امان مع بقى الحراس الكبار اللي متواجدين مع النادي الاهلي في هذا الموسم، يعني سواء الفريق الاول او قطاع الناشئين، وشفنا اكتر من حارس تالقوا بشكل كبير جدا مشاهدينا الاعزاء، يعني محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، والنهارده ايضا الحارس طارق حسن وغيره ايضا من الحراس المتواجدين في قطاع الناشئين للنادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه بقى من ناحيه اليمين ومحاوله في هذه اللحظات لصالح فريق الجونه، انطلاقه والكره بقى العرضيه من اللاعب كهربا اللي بيحاول، وادي كهربا بيلعبها لاحمد نور الدين، احمد نور الدين على حدود منطقه الجزاء عند اللاعب سامح عمر اللي بيلعب كره عرضيه، وادي بقى اللمسه ولكن تعود الى حارس المرمى المتالق في مباراه اليوم طارق حسن اللي كان مصحصح تماما في التصويبه اللي كانت من وسط الملعب اللي امام حضراتكم. شوف بقى التصويبه الحلوه حلوه من اللاعب علي عادل، ولكن رد الفعل السريع من الحارس طارق حسن اللي تالق في ابعاد الكره عن مرمى النادي الاهلي في اللقطه الماضيه. تعود الكره مره ثانيه وترجع ناحيه الشمال عند اللاعب احمد اشرف هداف الموسم الماضي، بيعدي وماشي ويبحث عن اول اهدافه في هذا الموسم، اللاعب اللي كان سجل 6 اهداف في الموسم الماضي مشاهدينا الاعزاء مع النادي الاهلي مواليد 2003. رمي التماس لصالح فريق الجونه، بنقترب من اول نصف ساعه، بنلعب في الدقيقه 29 والاهلي اصبح متقدم 2 على الجونه في مباراه اليوم. ادي كره ملعوبه اماميه ومحاوله مره ثانيه انما تعود للاعبي نادي الاهلي في وسط الملعب، استلام امامنا من اللاعب ميدو اسامه، ادي ميدو اسامه بيستلم بشكل متميز وبيلعبها مره ثانيه لميدو نبيل اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين، اتعودنا خلاص على الطريقه واللعب وتبديل الكرات من اجل يعني خلخله دفاع فريق الجونه وعمل ثغرات، ويعني يقدروا بقى ان هم يمرروا بيها كرات تشكل خطوره داخل منطقه الجزاء لفريق الجونه وبالتالي احراز اهداف. ادي كره مره ثانيه عرضيه من النادي الاهلي من اللاعب احمد اشرف، ولكن دفاع نادي الجونه بيخرجوها عن طريق اللاعب مروان محمد، ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي،
في الخلف عند اللاعب عبد الرحمن رشدان. عبد الرحمن رشدان بيلعب الكرة الأمامية عند محمد وائل، إنما على طول مقطوعة مرة تانية وتعود الكرة لفريق الجونة في وسط الملعب. شرف مصطفى بيلعب الكرة لزياد محمد اللي بيلعبها مرة تانية لسامح عمر، وادي كرة خطرة جدا، وادي بقى هنا يا لو عدت يا لو عدت. اللاعب عبد الرحمن شريف كان ممكن يستغل الخطأ الدفاعي في التمرير أمام منطقة الجزاء، والكرات دي طبعا بتكون خطر جدا انك تمرر بشكل عرضي امام منطقه جزائك. وشفنا بقى اللاعب عبد الرحمن شريف لو عدى في اللقطه الماضيه كان هيبقى وجها لوجه مع مصطفى مجدي، وكان هيبقى عنده فرصه انه يسجل ويضيف الهدف الثالث للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وبالمناسبه كان هيكون الهدف الثالث ليه على المستوى الشخصي لانه سجل هدفين زي ما قلنا في مباراه بلديه المحله في الجوله الاولى، والنهارده سجل الهدف الاول في مباراه الجونه قبل ان يضيف بقى زميله ميدو اسامه الهدف الثاني اللي متقدم ومستمر به النتيجه حتى الان للنادي الاهلي. ادي الكره ناحيه شمال مازن اسامه في وسط الملعب للاعب ميدو. ميدو اسامه بيلعب الكره في وسط الملعب مره ثانيه، وادي على طول ميدو نبيل. ميدو نبيل تدوير الكرة بشكل رائع وجيد من لاعبي النادي الاهلي. هدوء بقى النتيجة حتى الان 2 الاهلي لا شيء الجونة، ففي هدوء كده في اداء اللاعبين في ارض الملعب. ادي امامنا احمد اشرف. احمد اشرف بيعدي احمد اشرف وبيلعب الكرة الامامية، وترجع الكرة مرة تانية لابو الخير. مصطفى ابو الخير بيلعب الكرة في وسط الملعب، وادي الكرة تعود مرة تانية ابراهيم عبد الحكيم. ادي ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكرة الامامية والاستلام بشكل جيد، وادي المحاولة بقى والتصويبة، تصويبة من اللاعب ميدو اسامة، انما تمر الكرة الى خارج الملعب. ميدو اخذ الكرة ولف بيها بشكل متميز جدا، ولكن سدد والكرة تعلو العارضة وتطلع وتبقى ركلة مرمى لصالح النادي الجونة في مباراة اليوم. والكاميرا تلاحق بقى كابتن نورة سمير يعني حكم هذا اللقاء. اذا توقف يعني شرب المياه والكولينج بريك في مباراة اليوم مشاهدينا الاعزاء. الاهلي متقدم على الجونة 2-0 ومرور اول نصف ساعة من احداث هذا اللقاء. شفنا بقى يعني النادي الاهلي، ادي اعادة الاهداف. الهدف الاول اللي كان سجله بقى اللاعب عبد الرحمن شريف في مباراة اليوم، وطاقم بقى الاخراج وطاقم العمل في قناة النادي الاهلي، ويعني نقل لمباريات الناشئين ولكافة الالعاب من اجل خدمة يعني 5 نجوم لكل جماهير النادي الاهلي في كل ارجاء مصر، بل في الشرق الاوسط، بل في العالم. يعني شوف الاهلي له جماهير في كل حتة، له جماهير في كل حتة. النادي الاهلي اللي كان حقق الموسم الماضي 5 بطولات في كرة القدم و23 بطولة في الالعاب الرياضية الاخرى، مع يعني قيادة حكيمة بقى لكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. وشفنا احتفالات الأهلي الاستثنائي والحاجة الجميلة اللي شفناها، وإن شاء الله أيضا هذا الموسم يكون هناك المزيد والمزيد من البطولات والأرقام الجميلة للنادي الأهلي. وادي مع ذكر البطولات والأمور الحلوة دي شفنا الهدف الثاني وإعادة الهدف الثاني اللي سجله اللاعب ميدو أسامة في مباراة اليوم لنادي الجونة. كابتن محمد شرف وبعض التعليمات للاعبي النادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر ايضا محمود نظمي المدير الفني لنادي الجونه اللي اصبح في موقف لا يحسد عليه بعد يعني ان تلقت شباك حارسه مصطفى مجدي هدفين النهارده امام النادي الاهلي في ملاعبه بمدينه نصر، والخساره لنادي الجونه في الجوله الاولى من نادي المصري البورسعيدي بهدف مقابل لا شيء. لا زال اللاعب متوقف ولا زلنا في انتظار عوده يعني المباراه من جديد. النادي الاهلي الفريق الاول اللي كان خاض بالنمسا معسكر لمده 10 ايام للنادي الاهلي وسط الخضره والجميله والطبيعه الخلابه بقى في اوروبا، وشفنا لاعبي النادي الاهلي كانوا سعداء جدا بهذا المعسكر. وادي امامنا الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي اللي كان امام حضراتكم، محمد شرف المدير الفني، احمد عبد الظاهر المدرب العام، خالد عثمان مدرب حراس المرمى، محمد راشد المدير الاداري، علاء مامون طبيب الفريق، طه محمد مدرب الاحمال، وعبد الحميد حسين المدرب. بالمره برضو نقول مع حضراتكم الجهاز الفني والاداري لفريق الجونه: محمود نظمي مدير فني، حاتم محفوظ، حاتم توفيق مدرب مساعد، محمد عبد الله مدرب الحراس، محمد عمر مخطط الاحمال، عبد الله ابراهيم مدير اداري، والجهاز الطبي دكتور حماد عبد الله ودكتور محمد طارق. نرجع للمباراة مرة تانية وتتلعب الكرة للاعب اللي أمام حضراتكم عبد الرحمن شريف، ولكن الكرة تمر في الأمام كده لصالح فريق الجونة. محاولة وداخل بقى اللاعب كهربا بياخد الكرة، خطرة جدا خطرة جدا، وادي المحاولة للتصويب بالقدم اليسرى، ولكن تدخل في توقيت مناسب تماما والفاول. حكم يعني هنا بقى كابتن نورة سمير بتدي فاول على النادي الأهلي، بتدي فاول على النادي الأهلي أمام حضراتكم، مع بعض يعني الاعتراضات من لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. لاعب اسلام عبد الله وفاول لنادي الجونه في احداث هذا اللقاء مشاهدينا. ركله حره من على حدود منطقه الجزاء.
العيش. لنادي الجونه. يعني الكرات اللي في المنطقه دي بتبقى خطر شويه، وادي على طول كابتن نوره سمير بتقول لهم اللعب على الصفاره وعلى الصافره. هنشوف لاعب الجونه هيعملوا ايه. شايف انا اللاعب احمد حسنين واقف على الكوره، وادي بقى مداولات ثنائيه مع سامح عمر، حسنين وسامح، وسامح وبيلعبها، ولكن بقى هنا المتالق طارق حسن بيحول الكوره الى خارج الملعب علشان تبقى ركله ركنيه لفريق الجونه من ناحيه اليمين. يظل الجونه برضو في بعض اللحظات وبعض الاوقات من المباراه فريق خطير، وبيوصل للمرمى ببعض التصويبات. شفنا التصويبه الحلوه الحقيقه اللي كانت من اللاعب علي عادل اللي خرجها طارق حسن حارس مرمى النادي الاهلي، وايضا الكره اللي اتلعبت من الركله الحره المباشره لهذا اللاعب اللي امام حضراتكم سامح عمر كابتن الفرقه اللي لعبها، ولكن طارق حسن تعامل معها بشكل متميز وطلعها الى خارج الملعب علشان تبقى ركله ركنيه للجونه في احداث الشوط الاول من هذا اللقاء. نلعب في الدقيقه 35، الاهلي 2 الجونه لا شيء. ركله ركنيه لفريق الجونه من ناحيه اليمين مشاهدينا، ولسه اللعب متوقف. قد يكون هناك بعض الشد والجذب بقى داخل منطقه الجزاء اهو امام حضراتكم، وادي على طول كابتن نوره سمير بتتدخل وبتتكلم مع اللاعبين. والركله الركنيه من ناحيه اليمين في احداث هذا اللقاء للاعب سامح عمر لفريق الجونه، بتتلعب على طول من سامح عمر عرضيه وبيطلع على طول دفاع النادي الاهلي، ولسه الهجمه لفريق الجونه داخل منطقه الجزاء، انما بيشيل دفاع النادي الاهلي مره ثانيه، وتتلعب الكره وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لفريق الجونه اللي بداوا يضغطوا في الكام دقيقه اللي فاتوا دول. ادي الركله الحره وادي الكره، ورغم اصطدامها كده ولمسها لمدافعه النادي الاهلي والحائط، انما حارس المرمى طارق حسن كان متالق وكان صاحي وقدر ان هو يخرجها. تعود الكره مره ثانيه للاعب سامح عمر، وتمر الكره الى خارج الملعب مره ثانيه، وتطلع وتبقى رمي التماس، رميات تماس كتير شويه النهارده، وترجع الكره مره تانية. الجماهير ومحبي كره القدم عايزين الكره اطول وقت ممكن داخل المستطيل الاخضر من اجل المتعه بقى والتمريرات واللمسات والحاجات الحلوه اللي احنا دايما بنشوفها. ترجع الكره وتمريره اماميه انما الى خارج الملعب، طلعت وبقت رمي التماس، رمي التماس من ناحيه اليمين امامنا اللاعب مروان محمد اللي كان امام حضراتكم في الكادر منذ لحظات. كهرباء محمود جمعه، كهرباء لاعب فريق الجونه، وتتلعب الكره مره ثانيه توصل في الخلف عند اللاعب زياد محمد الى حارس المرمى مصطفى مجدي. مصطفى مجدي بيفتح الملعب ناحيه اليمين عند مروان محمد، ادي مروان محمد بيتقدم الامام مروان، وبدا لاعبي الاهلي بقى يقابله من وسط الملعب كده، وادي الكره ملعوبه الاماميه، انما احمد داوود بيتدخل في توقيت مناسب وبيطلع الكره ويحولها علشان تبقى رميه تماس او ركله ركنيه لفريق الجونه من ناحيه اليمين. ركله ركنيه للجونه، يعني كان في فكره كده ان هم يلعبوها بسرعه، انما على طول دفاع النادي الاهلي ابراهيم عبد الحكيم وزملائه ما ادالهمش الفرصه انهم يلعبوا الكره بسرعه لاعبي الجونه. تتلعب الكره عرضيه من سامح عمر، وادي اللمسه الراسيه، انما بترجع الكره، ادي الهجمه المرتده، اقل لمسات بقى في اسرع توقيت. هل ينطبق الكلام ده على الهجمه؟ ما انطبقش. تعود الكره مره ثانيه ناحيه اليمين، اتقطعت وصلت لفريق الجونه، ودي تصويبه انما بعيده، وتمر الى خارج الملعب وتبقى ركله مرمى للمتالق اللي امام حضراتكم طارق حسن حارس مرمى النادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. ركله مرمى للنادي الاهلي. الاهلي اللي ايضا عنده بطوله الفريق الاول بقى الدوري الافريقي لكره القدم، والقرعه الاهلي مع سيمبا التنزاني، الذهاب بتنزانيا والعوده بالقاهره، والاهلي يلتقي الفائز من سان داونز وبترو اتلتيكو في قرعة الدوري الأفريقي لكرة القدم اللي أسفرت عن لقاء الأهلي مع سيمبا، الترجي مع مازيمبي، الوداد مع إنيمبا، وسان داونز مع بترو أتلتيكو. كل التوفيق للنادي الأهلي. أدي كرة ملعوبة هناك ناحية شمال، وإسلام عبد الله بيلعب كرة عرضية خطيرة ومحاولة وممكن وفرصة، وبالفعل أحمد أشرف يفتتح يعني سجل تهديفه هذا الموسم، ويضيف الهدف الأول ليه والثالث للنادي الأهلي في مباراة اليوم أمام الجونة. أحمد أشرف هداف الموسم الماضي اللي كان سجل 6 أهداف يعود هذا الموسم ويقص شريط الأهداف بالنسبة ليه على المستوى الشخصي، ويسجل الهدف الأول ليه والثالث للنادي الأهلي في المباراة علشان يتقدم الأهلي بالهدف الثالث على الجونة في مباراة اليوم. نتائج كبيرة جدا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي في دوري هذا الموسم، سواء بقى في 2005 وادي 2003، وادي أحمد أشرف بيسجل أحمد أشرف في مباراة اليوم، والهدف الثالث للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء. مشاهدينا الأعزاء في الدقيقة 38 من عمر وأحداث الشوط الأول أصبحت النتيجة الأهلي 3 والجونة لا شيء. في مباراة جيدة وممتعة من جانب بقى أبناء محمد شرف المدير الفني اللي كان صرح بعد الفوز
في اللقاء السابق على نادي بلديه المحله، وقال انه الفوز ده هيدي دافع كبير جدا للاعبي النادي الاهلي من اجل اعاده تحقيق اللقب من جديد، اللي هم يعني حاملي اللقب والنادي الاهلي اللي قدروا ان هم يحققوا بطوله دوري 2003 في الموسم الماضي، والان يعني يسيرون بخطى متميزه جدا بالفوز الثاني حتى الان على التوالي في مباراه اليوم. مشاهدينا الاعزاء، احنا بنلعب في الشوط الاول والمعطيات كلها بتقول انه النادي الاهلي لديه فرصه ان هو يضيف اهداف اخرى، يضيف اهداف اخرى. ادي بقى اسلام عبد الله والكره العرضيه واتلعبت بشكل متميز جدا، وحاول بقى في اللقطه الماضيه الحقيقه اللاعب عبد الرحمن شريف، ورجعت الكره لاحمد اشرف اللي كان متمركز واخذ الكره الثانيه العائده بقى من اللاعب زياد محمد مدافع فريق الجونه، وقدر ان هو يسجل الهدف للنادي الاهلي، وادي تبديل لفريق الجونه في مباراه اليوم. مشاهدين الاعزاء، محمد حفني اللاعب رقم 81 بينزل، هنشوف نزل مكان مين. كابتن بقى محمود نظمي المدير الفني قال لك احاول ان انا اسد بعض الثغرات، وادي انطلاقه من ناحيه الشمال ايضا للاعب اسلام عبد الله لاعب النادي الاهلي، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح فريق الجونه. الدقيقه 40، بنلعب في الدقيقه 41 من عمره احداث الشوط الاول، الاهلي 3 الجونه لا شيء في مباراه اليوم. اتلعبت الكره اماميه عاليه وترجع هناك ناحيه اليمين عند اللاعب عبد الرحمن رشدان، استلام من عبد الرحمن رشدان بيلعبها في وسط الملعب لمصطفى ابو الخير. مصطفى ابو الخير بيعدي وماشي والراجل كده بيشده من التيشيرت كده، وعلى طول كابتن نوره سمير بتدي الفاول للنادي الاهلي. خلينا ايه، مصطفى ابو الخير بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين للاعبي النادي الاهلي عبد الرحمن رشدان اللي بيلعب الكره الاماميه، وادي المحاوله مره ثانيه لاحمد اشرف، عرضيه داخل المنطقه ومحاوله ومعديه واصله مره ثانيه للاعب اسلام عبد الله ناحيه الشمال. اسلام عبد الله يبحث عن المرور وعمل الكره العرضيه، ادي اسلام عمل الفنت وعملت يعني المحاولة للمرور في اللقطة الماضية ويحصل على ركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال. ركلة ركنية أهلاوية من ناحية الشمال في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، رايح على التنفيذ كده اللاعب ميدو أسامة. ركلة ركنية للنادي الأهلي من الجانب الأيسر من ملعب المباراة مشاهدينا الأعزاء، بتتلعب على طول إنما اتلعبت كده بشكل يعني مرت الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى لصالح فريق الجونه في مباراه اليوم، والحارس مصطفى مجدي. ملعوبه الكره مره ثانيه لفريق الاهلي، اتلعبت الكره واتقطعت وصلت في وسط الملعب، مرور كده من ناحيه الشمال، وادي الكره البينيه الحلوه وخطيره جدا، وفرصه بقى للاعب عبد الرحمن شريف اللي كان ممكن يضيف هدف جديد للنادي الاهلي وهو الهدف الرابع في مباراه اليوم، ويسقط على ارض الملعب. وطبعا كابتن نوره سمير بتدي فاول لصالح حارس المرمى لفريق الجونه في مباراه اليوم مصطفى مجدي حارس مرمى فريق الجونه في احداث هذا اللقاء. اللي امامنا طبعا بقى اللاعب عبد الرحمن شريف، لاعب الهداف اللي لديه في رصيده هدفين في هذا الموسم، زي ما قلنا هدف في مرمى بلديه المحله في اللقاء والجوله الاولى، وهدف في مباراه اليوم النهارده. ادي اسقاط، مهمة الحكم الأولى هي سلامة اللاعبين، علشان كده كابتن نوره سمير وقفت المباراة للاطمئنان على سلامة بقى اللاعب عبد الرحمن شريف لاعب النادي الأهلي ومهاجم النادي الأهلي في مباراة اليوم. رامي التماس من ناحية اليمين لصالح فريق الجونة في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا، أحمد نور الدين بيلعب الكرة، أحمد نور الدين مرة ثانية في وسط الملعب وتتقطع وتوصل مرة أخرى الكرة للاعبي النادي الأهلي، وأدي الانطلاقة كده في وسط الملعب للاعب اللي أمام حضراتكم ميدو أسامة بيلعبها ناحية الشمال، وانطلاقة جميلة ومحاولة في هذه اللحظات للاعب اللي هو اسلام عبد الله اللي بياخد فاول للنادي الاهلي، فاول النادي الاهلي اللاعب ميدو اسامه. بتتلعب الكوره في الوسط كده للاعب مصطفى ابو الخير، مصطفى ابو الخير بيلعبها لاحمد داوود اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين، نقلات كده من جانب لاعبي النادي الاهلي وتتلعب الكوره لاحمد اشرف اللي بيقع على ارض الملعب، واللاعب البديل بقى محمد حنفي في اللقطه الماضيه مشاهدينا الأعزاء. اتلعبت كرة أمامية، لاعب البديل اللي كان نزل لفريق الجونة اللي كان ارتكب المخالفة أمام أحمد أشرف لاعب النادي الأهلي. ميدو نبيل في وسط الملعب، ميدو بيفتح الملعب ميدو نبيل على طول للاعب إبراهيم عبد الحكيم، أدي إبراهيم عبد الحكيم بيعيدها في الخلف لعبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن رشدان بيلعب الكرة في وسط الملعب مرة ثانية لميدو نبيل اللي بيلعبها هناك ناحية اليمين، نقلات من جانب لاعبي النادي الاهلي احمد اشرف، ادي احمد اشرف لسه الكره مع احمد اشرف،
بيلعب الكره الاماميه احمد اشرف، ومعديه ومحاوله كده في اتجاه اللاعب اسلام عبد الله اللي بيضغط في هذه اللحظات انه على طول بصعوبه كده بيتصرف مدافع فريق الجونه مروان محمد وبيطلعها من منطقه الخطوره، وادي الكره الملعوبه الاماميه على حدود منطقه الجزاء، ولكن يتدخل من اللاعب احمد داوود ولسه الهجمه، وكهربا بيحاول من جانب فريق الجونه توصل الكره للاعب محمد وائل اللي بيلعب كره اماميه عاليه، وادي اللمسه مره ثانيه لصالح فريق النادي الاهلي ترجع للجونه ناحيه الشمال، وعلى طول الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح محمد وائل لاعب النادي الاهلي اللي بيلعبها الى مصطفى ابو الخير اللي بيعيدها الى عبد الرحمن رشدان. بدايه هجمه للنادي الاهلي، عبد الرحمن رشدان بيغير الملعب على طول ناحيه الشمال عند اللاعب اسلام عبد الله، اسلام عبد الله بيلعبها لابراهيم عبد الحكيم لاسلام مره ثانيه، اسلام عبد الله بيلعب الكره كده في وسط الملعب للاعب احمد داوود، ميدو ميدو بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين، تدرج جميل بالكره من جانب لاعبي النادي الاهلي، وادي محمد وائل بيلف وبيرجع كده للخلف على طول وبيلعب الكره في الوسط للاعب ميدو نبيل اللي بيلعبها لمحمد وائل اللي بيغير الملعب هناك ناحيه الشمال عند اللاعب اسلام عبد الله، اسلام عبد الله بيلعب الكره في الخلف مره ثانيه لابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم بيلعبها في الوسط للنادي الاهلي المسيطر على اجواء المباراه وبيمشي الماتش زي ما هو عايز، يعلي الريتم وقت ما هو عايز ويبطئ الريتم وقت ما هو عايز، وادي كره عرضيه مره ثانيه من اسلام عبد الله خطره، واحمد بقى احمد اشرف، احمد اشرف اللاعب الهداف، ولكن المره دي ياخد الكره بالقدم اليسرى وتمر فوق عرضه بقى الحارس محمد مصطفى مجدي حارس مرمى نادي الجونه في مباراه اليوم، وفرصه كبيره جدا للنادي الاهلي ضائعه في اللقطه الماضيه من يعني اللاعب احمد اشرف من عرضيه اتلعبت للاعب اسلام عبد الله. ادي كره ملعوبه اماميه في اتجاه اللاعب سامح عمر، انما قبله في توقيت مناسب تماما الحارس طارق حسن اللي بيشجع نفسه في اللقطه الماضيه الحقيقه، حارس مرمى متالق في الكورتين اللي جم عليه يعني تصرف بشكل جيد جدا، عنده رد الفعل والستارت بتاعه متميز للحارس طارق حسن بعد انضمام بقى مصطفى مخلوف للفريق الاول واصابه سيحه، الراجل زي ما قلنا اخذ الفرصه وما صدق جات له الفرصه ونجح في اكتساب ثقه المدير الفني كابتن محمد شرف، واليوم يتواجد ادهم سيحه على مقاعد البدلاء مع زملائه طبعا عبد الجواد عبد الرحمن ويوسف شريف واحمد طايمة عبد الله زيدان علي نادر سمير محمد محمد حمدي ميسي. اتلعب الكره مره ثانيه في الوسط للاعبي النادي الاهلي، ادي هجمه تتلعب من اللاعب ميدو نبيل اماميه ملعوبه انما تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس من ناحيه اليمين لصالح النادي الاهلي في مباراه اليوم عبد الرحمن رشدان. عبد الرحمن رشدان بيلعب الكره الاماميه في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف محاوله انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع مشاهدينا الاعزاء في مباراه اليوم احداث الشوط الاول، الاهلي 3 الجونه لا شيء. تتلعب الكره اماميه، هنشوف بقى كابتن نوره سمير يعني حكم هذا اللقاء ادت وقت محتسب بدلا من الضائع قد ايه في مباراه اليوم. داخلين على الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول، اتلعب الكره في وسط الملعب مره ثانيه لفريق الجونه عن طريق اللاعب سامح عمر، سامح عمر بيلعبها وترجع الكره هناك ناحيه الشمال لفريق الجونه اللي بيحاولوا في هذه اللحظات عن طريق اللاعب زياد محمد، محاولة انما مقطوعة مرة ثانية احمد اشرف بيرجع ويجيبها، وادي عبد الرحمن رشدان بخبرة كبيرة جدا لهذا اللاعب اللي كان تم تصعيده للفريق الاول مع المدير الفني مارسيل كولر، المدير الفني اللي اصبح يعني حبيب الاهلاوية مارسيل كولر، قصة عشق مع جماهير النادي الاهلي ويعني خبرات تحس كده انه واحد من المصريين، شفنا بقى الاحتفال مع العيش البلدي والتصوير والامور الحلوة دي مع مارسيل كولر اللي اندمج في المجتمع المصري بشكل متميز جدا. ادي كره ملعوبه من اللاعب احمد اشرف بيعدي وماشي، احمد اشرف بيلعب الكره في الخلف ومحاوله مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب مصطفى ابو الخير، وادي الانطلاقه عبد الرحمن رشدان من ناحيه اليمين، العرضيه فين بقى؟ عبد الرحمن رشدان حاول وتقدم للامام وكان بيبحث عن عمل كره عرضيه بقى من الجانب الايمن من ملعب اللقاء، ولكن تعود الكره مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي ثم عائده للجونه، وكر وفر في هذه اللحظات من لاعبي الفريقين، الكل في انتظار صافره نهايه الشوط الاول من قبل كابتن نوره سمير حكم هذا اللقاء. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الانطلاقه من ناحيه الشمال عند اللاعب محمود كهربا اللي بيحاول يعدي ولكن تمر الكره الى خارج الملعب مشاهدينا، ورمي التماس لصالح الجونه، رمي التماس للجونه علي عادل بيلعبها في الوسط للاعب مصطفى محمد، مصطفى محمد اللي افتقد للدعم الهجومي النهارده من زملائه، ادي مصطفى محمد بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء بيطلع ميدو نبيل وخطيره جدا، خطره جدا اللقطه اللي فاتت دي احمد حسنين، والكره دي مش هتتكرر كتير، مش هتتكرر كتير، وفي هذه اللحظات
مشاهدينا الاعزاء، تطلق كابتن نوره سمير صافره نهايه احداث الشوط الاول تقدم للاهلي 3-0 على فريق الجونه. مشاهدينا الاعزاء تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، ويعني الى ان نلتقي في احداث الشوط الثاني ضمن فرعاد الهواء امني. والان عوده من جديد للكابتن اسامه حسني وضيوفه الكبار كابتن محمد حشيش ودكتور احمد ثابت. كابتن اسامه اليك الكلمه. شكرا مرة تانية للكابتن أسامة حسني، كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي، وعودة من جديد وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي والجونة مواليد 2003 دوري الجمهورية الجولة الثانية. ونتيجة أحداث الشوط الأول هي تقدم النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل لا شيء للجونة. سجل الأهداف عبد الرحمن شريف الهدف الأول، وميدو أسامة سجل الهدف الثاني، وأحمد أشرف أضاف الهدف الثالث في مباراة اليوم. اللاعب أحمد أشرف هو اللي كان صاحب أسيست الكرة الرأسية يعني اللي صنع بيها الهدف الثاني للاعب ميدو أسامة. أمامنا كابتن نورة سمير حكم هذا اللقاء، وبيعاونها أسامة السيد وأحمد زيدان، وبالمناسبة بإذن الله هيكون معانا الخبير والحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي للقناة كابتن ناصر عباس لتحليل أداء الحكام في مباراة اليوم في الاستوديو التحليلي بعد أحداث هذا اللقاء. لحظات قليلة ونبدأ مع حضراتكم أحداث الشوط الثاني من المباراة. والأهلي اللي عمل شوط أول نموذجي، شوط أول رائع وجميل ومتميز، ودي أمامنا الإعادة للأهداف والهدف الأول للنادي الأهلي، العرضية اللي كانت حلوة من اللاعب مازن أسامة وعبد الرحمن شريف اللي كان سجل الهدف الأول في المباراة أمام حضراتكم في مباراة اليوم. ثم أضاف بقى اللاعب ميدو أسامة الهدف الثاني اللي قدامنا دلوقتي. أدي الكرة اللي اتلعبت، وشوف بقى هنا اللمسة الرأسية من أحمد أشرف وصلت لميدو أسامة، صوب قوية جدا في أقصى الزاوية اليمنى للحارس مصطفى مجدي حارس مرمى نادي الجونة في مباراة اليوم. ويتقدم الأهلي عن طريق اللاعب ميدو أسامة أمام حضراتكم، واحتفاله الجميل في هذه اللقطة، صاحب الاحتفال الشهير في الموسم الماضي وأمام نادي الزمالك في المباراة اللي حقق فيها النادي الأهلي الفوز وتحقيق لقب دوري الجمهورية 2003. وادي الكرة بقى لأحمد أشرف اللي توج مجهوده في مباراة اليوم أو في الشوط الأول تحديدا، وسجل الهدف الثالث وأضاف الهدف الثالث للنادي الأهلي، ولاعب هداف زي ما قلنا، وكان سجل 6 أهداف في الموسم الماضي. يمكن الجولة السابقة مشاهدينا الأعزاء شهدت 9 حالات فوز في الجولة الأولى لدوري الجمهورية مواليد 2003. الأهلي كان حقق الفوز على المحلة 1-0، والزمالك على بيراميدز 1-0، السموحة على فيوتشر 3-0، زد على بتروجيت 4-1، غزل المحلة على طلائع الجيش 2-1، المصري على الجونة 1-0، والسد بأسوان وهو مفاجأة هذا الدوري، وهو أحد أندية الدرجة الرابعة بالمناسبة، واللي كان صعد لدوري الجمهورية بعد تصدر دوري المناطق ثم القطاعات، وبعدين لعب في دوري الجمهورية وحقق الفوز في مفاجأة على نادي إنبي في الجولة الأولى هناك على ملعبه بأسوان، نادي السد بأسوان. فاركو فاز على سموحة 3-0، والتعادل حسم نتائج طنطا وسيراميكا 0-0، ده في الوقت الأصلي كلنا عارفين زي ما سمعنا دكتور أحمد ثابت وكابتن محمد حشيش ومعاهم الكابتن أسامة حسني، وكانوا اتكلموا على اللايحة في الاستوديو التحليلي ما قبل بداية أحداث هذا اللقاء، وقالوا أنه في حالة التعادل بيلعب الفريقين ركلات ترجيح، تعادل بقى سلبي تعادل إيجابي، والفريق اللي بيفوز في ركلات الترجيح بيتم إضافة نقطة ليه. وده ليه بقى؟ لأن احنا كان عندنا مشاكل في موضوع ركلات ترجيح. طبعا الشوط الثاني ابتدى منذ لحظات، المنتخب كان خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب السنغال، وأيضا خسرنا التأهل لكأس العالم أمام نفس المنتخب اللي هو منتخب السنغال في بركلات الترجيح، فكان عندنا مشكلة في ركلات ترجيح، وكان عندنا برضو بعض المشاكل على مستوى الناشئين، المنتخب اللي كان خسر البطولة العربية وغيره من الأمور. وعلشان كده اتحاد الكرة ارتقى والقائمين بقى على مسابقات الناشئين انهم يمرنوا اللاعب الناشئ على تنفيذ ركلات الترجيح في كل مباريات البطوله اللي تنتهي بالتعادل، ويضيفوا لها نقطه علشان يبقى يعني التعادل ما يبقاش بنقطه زي زمان، لا ده اصبح بنقطتين دلوقتي في حال تحقيق الفوز في ركلات الترجيح. ادي اصابه للاعب نادي الاهلي، نتمنى له السلامه في بدايه احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. مشاهدينا الاعزاء، الاهلي اللي كان زي ما قلنا تقدم في الشوط الاول على نادي الجونه بثلاث اهداف مقابل لا شيء.
استعرضنا مع حضراتكم نتائج بقى يعني الجولة السابقة لدوري الجمهورية، واستبعنا كلنا الأخبار وعودة رباعي النادي الأهلي فور انتهاء بقى مباراة إثيوبيا لكرة القدم علشان ينضموا لمعسكر النادي الأهلي استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 في الشهر الجاري، وبإذن الله كل الأمنيات وكل الدعوات للنادي الأهلي مع المدرب الرائع بقى مارسيل كولر واللاعبين علشان يفرحوا جماهير النادي الأهلي ويضيفوا بطولة جديدة للنادي الأهلي بإذن الله، وهي بطولة السوبر الإفريقي في مدينة الطائف السعودية. وقلنا لحضراتكم إن جماهير النادي الأهلي كلها يعني حجزت التذاكر وهتكون متواجدة ومؤازرة ومشجعة للنادي الأهلي في هذا اللقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. رباعي النادي الأهلي اللي انضموا طبعا كان الشناوي وهاني وعبد المنعم ومروان عطي. ادي الكرة تتلعب على طول مرة تانية لصالح لاعبي الجونة في مباراة اليوم، وهنشوف بقى الشوط الثاني والفكر للمدير الفني كابتن محمود نظمي اللي هنشوف هيعمل ايه، هل بقى يعود للدفاع ويكتفي بنتيجة الثلاثة للنادي الاهلي، ولا هيبادل الاهلي الهجمات وده ممكن يفتح ثغرات في الدفاع للاعبي النادي الاهلي اللي بيجيدوا يعني الكرات بقى البينية الجميلة والسرعات اللي عند احمد اشرف وعند اللاعب ميدو اسامة وعبد الرحمن شريف وميدو نبيل رباعي المقدمة للنادي الاهلي في مباراة اليوم. مشاهدينا الاعزاء ترجع الكرة مرة تانية وادي الانطلاقة وتتلعب على طول اماميه، وهنشوف بقى الشوط الثاني والدوافع الجديده اللي اكيد خلقها الكابتن محمد شرف لدى لاعبي النادي الاهلي ما بين شوطي هذا اللقاء. وادي اصابه للاعب فريق الجونه اللي وقع على ارض الملعب احمد نور الدين، سلامات يا احمد يا نور الدين. شفنا لاعبي النادي الاهلي بقى مواليد 2005 في اللقاء السابق امام بلديه المحله في افتتاحيه دوري الجمهوريه، اللقاء اللي تم نقله على الهواء مباشره عبر شاشه قناه الاهلي. لاعبي النادي الاهلي حتى ولو سجلوا اربع اهداف لا اضافوا اهداف اخرى والمباراه انتهت 8، وشفنا الدوافع اللي كان عاملها علاء عبده عند اللاعبين. النهارده طبعا كابتن محمد شرف ايضا اللي كان بطل دوري الجمهوريه كما كان الحال لفريق 2005 تقدم الاهلي في الشوط الاول بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وبالتاكيد هناك دوافع لدى اللاعبين يعني زياده النتيجه في احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. مشاهدينا الاعزاء ترجع الكره زياد محمد بيلعب الكره الاماميه في وسط الملعب عند اللاعب سامح عمر، انما مقطوعه وترجع مره اخرى من ميدو بيلعبها حلوه، وادي كره جميله، ادي كره جميله بقى هنا من اللاعب ميدو اسامه حاول عليها وتصويبه يا ولد يا ولد يا ولد حلوه من مصطفى ابو الخير، ولكن تالق بقى من مصطفى مجدي في مباراه اليوم. مشاهدينا الاعزاء مصطفى ابو الخير اطلق دانه مدفع، اطلق قذيفه بالقدم اليمنى جميله جدا، ولكن مصطفى مجدي ادي الاعاده، شوف بقى التصويبه الحلوه، شوف التصويبه الحلوه وشوف سلاح التصويب، ولكن التراي رائع جدا الحقيقه من حارس المرمى مصطفى مجدي وتالق كبير في اللقطة الماضية وتصدي وركلة ركنية للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء، وفرصة كبيرة جدا كان ممكن يضيف بها الأهلي الهدف الرابع في المباراة بكرة عرضية مرة تانية، ولكن مصطفى مجدي أيضا يتألق أيضا يتألق، وتعود الكرة لفريق الجونة على الجانب الأيسر من ملعب المباراة. اللاعب مصطفى محمد بيلعبها وادي المحاولة مرة تانية في اتجاه اللاعب مازن ياسر اللي نزل في الشوط الثاني، اللاعب اللي أمام حضراتكم بالشعر اللي أمام حضراتكم ده أهو اللاعب ده أمامنا مازن ياسر، انما ترجع الكره لمحمد وائل للنادي الاهلي. بعض بقى التقاليع وبعض الامور اللي بنشوفها لدى بعض اللاعبين، ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء، والكره الملعوبه الاماميه من اللاعب عبد الرحمن رشدان تعود لفريق الجونه مره ثانيه في الخلف، نقلات كده في وسط الملعب لصالح فريق الجونه في مباراه اليوم. مشاهدينا الاعزاء اماميه تطلع وتبقى رمية تماس للجونة تتلعب على طول. ادي الكرة في وسط الملعب مرة تانية للاعب محمد حفني بيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بقى هنا اللاعب مازن ياسر لاعب البديل اللي نزل في احداث الشوط الثاني، محاولة كده من محمود نظمي المدير الفني لفريق الجونة 2003 لإضافة بعض الأمور بقى التنشيطية على المستوى الهجومي للفرقة النهاردة. أدي انطلاقة من ناحية شمال مصطفى محمد وعبد الرحمن رشدان واقع على أرض الملعب، وترجع الكرة مرة تانية وأدي كرة خطرة داخل المنطقة عند اللاعب سامح عمر، ولكن تدخل في توقيت مناسب تماما من لاعب النادي الأهلي إبراهيم عبد الحكيم. ترجع الكرة مرة تانية أدي هجمة لصالح الجونة داخل منطقة الجزاء، إنما أحمد أشرف اللي رجع وعمل التغطية الدفاعية بيطلع ولسه الكرة، إنما فريق الجونة واضح تماما إنه واخد الأمور بجدية في الشوط الثاني على المستوى الهجومي، وكابتن نورة سمير ما وقفتش اللعب في اللقطة الماضية على إصابة بقى اللاعب عبد الرحمن رشدان اللي تحمل على نفسه وقام علشان يكمل المباراة. أدي كرة ملعوبة أمامية عند اللاعب عبد الرحمن رشدان اللي بيعاني من إصابة بيلعبها عرضية، وترجع الكرة مرة تانية في الوسط عند اللاعب مصطفى بالخير اللي بيلعب الكرة الأمامية
عند ميدو أسامة، إنما تعود الكرة مرة تانية مصطفى بالخير، تتلعب الكرة هناك ناحية الشمال من اللاعب إسلام عبد الله عند اللاعب علي نادر أيضا اللي تم نزوله في بداية أحداث الشوط الثاني للنادي الأهلي علي نادر. كرة في الخلف للنادي الأهلي، وادي الكرة الملعوبة الأمامية العالية هناك ناحية الشمال عند اللاعب علي نادر، ورمي التماس للأهلي، رمي التماس للأهلي من ناحية الشمال. مشاهدينا الأعزاء، بعض التبديلات بقى اللي أجراها المدير الفني أيضا كابتن محمد شرف للنادي الأهلي، فرصة لإضافة بعض العناصر داخل أرض الملعب، تطبيق بعض النظريات وبعض الخطط وإكمال بقى الانسجام للاعبين. وادي كرة خطرة داخل منطقة الجزاء ومحاولة مرة تانية، إنما يعني كان فيها الباصة كان فيها سنة زيادة شوي، طلعت وبقت رمي التماس للنادي الأهلي من ناحية اليمين. أدي أمامنا البدلاء، أدهم سيحة بقى وعبد الجواد عبد الرحمن، يوسف شريف، أحمد طيمة، عبد الله زيدان، علي نادر، سمير محمد، محمد حمدي ميسي، واللاعب طبعا إسلام عبد الله اللي كان نزل، وعبد الله وعلي نادر. ترجع الكره مره تانية، انطلاقه من ناحيه شمال، اري امامنا اللاعب اسلام عبد الله، اسلام عبد الله وعلي نادر هم اللي نزلوا من البدلاء للنادي الاهلي. وادي رميه التماس للاهلي، حكم اداها للجونه كابتن نوره سمير، كابتن نصر عباس بقى النهارده والحالات التحكيميه في مباراه اليوم والتقييم بقى للتجربه النهارده، يعني العنصر النسائي المتواجد على مستوى الساحة في أرض الملعب، والكابتن نورة سمير. أدي انطلاقة من ناحية الشمال وطلعت وبقت رمي التماس، رمي التماس للاعب إسلام عبد الله للنادي الأهلي، كرة كده في وسط الملعب، استلام من مصطفى أبو الخير بيلعبها هناك ناحية الشمال، وأدي الكرة الملعوبة الحلوة من ميدو وخطرة وعرضية عايز يعملها بقى ميدو أسامة في اللقطة الماضية للاعب عبد الرحمن شريف، إنما يتدخل دفاع نادي الجونة عن طريق اللاعب زياد محمد، وطلعت الكرة إلى خارج الملعب. إنما عجبني قوي اللاعب ميدو أسامة الحقيقة في اللقطة الماضية، حاول يبحث عن زميله اللي في بوزيشن كويس اللي هو اللاعب عبد الرحمن شريف، وحاول إن هو يمرر له الكرة، طلعت وبقت ركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال. وميدو أسامة، ميدو أسامة سجل الهدف الثاني في مباراة اليوم. اللاعب اللي أمام حضراتكم ده هيلعب الركلة الركنية، بيلعب الكرة العرضية العالية معدية، ولكن بيطلع على طول مروان محمد، ترجع لمصطفى بالخير، وادي الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء من اللاعب محمد عبد الله، وترجع الكرة مرة ثانية أو محمد وائل، وتصويبة طلعت، أدي أمامنا إبراهيم عبد الحكيم اللي كان مكمل أمام حضراتكم، والكرة طلعت وبقت ركلة ركنية مرة ثانية للنادي الأهلي من ناحية الشمال. ركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال، والاستغلال بقى للركلات الثابتة والأمور اللي كلكم عارفينها، واحنا قلنا اكتر من مره ان المديرين الفنيين اكيد بيعملوا بعض التمارين للاعبين على تنفيذ الركلات الثابته. ادي الكره العرضيه سواء بقى من ركلات ركنيه او كرات على حدود منطقه الجزاء، لما لديها من اهميه كبيره طبعا في حسم نتائج مباريات وفك لوغاريتمات وقصه كبيره جدا طبعا في عالم كره القدم الحديثه. وادي بقى هنا الفاول للاعب مصطفى ابو الخير لاعب النادي الاهلي اللي واقع على ارض الملعب، وقام على طول علشان يكمل المباراه مع فرقته الحمد لله. ادي اللقطه وادي الاعاده وادي الكره اللاعب مصطفى ابو الخير، وشوف التدخل القوي جدا، تدخل بتهور كده كان ممكن يبقى فيه انذار من قبل كابتن نوره سمير اللي اكتفت باحتساب المخالفه للنادي الاهلي. ركله حره للنادي الاهلي، مداولات كده رباعيه حوالين الكره، شايفين اللاعب محمد وائل وايضا عبد الرحمن رشدان ومعاهم احمد اشرف. ركلة حرة للنادي الأهلي من مكان كويس، هل بقى نشوف تنوع في الهجمات وتنوع في استخدام طريقة طرق التسجيل، ونشوف بقى من ركلة حرة كده الأهلي يقدر يسجل. وادي كرة ملعوبة، هم حاولوا ان هم يخدعوا الدفاع بالحركة اللي هم عملوها، انما طلعت الكرة الى خارج الملعب، طلعت وبقت ركلة مرمى عبد الرحمن رشدان، وكرة تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح فريق الجونه في مباراه اليوم. طبعا نتيجه المباراه بتدي فرص انك تجرب بعض الطرق في تنفيذ الركلات الثابته، بعض الامور التكتيكيه داخل ارض الملعب، النتيجه مريحه، النادي الاهلي مسيطر على الامور في ارض الملعب بشكل جيد جدا، واللعيبه طبعا عاملين اداء متميز. وادي فاول بقى على اللاعب مصطفى ابو الخير في اللقطه الماضيه، والانذار الاول في المباراه للاعب مصطفى ابو الخير من قبل بقى كابتن نوره سمير حكم هذا اللقاء. ركلة حرة لصالح فريق الجونة. ادي امامنا بقى العنصر النسائي اللي متواجد
في القيادة التحكيمية لمباراة اليوم النهاردة كحكم ساحة، ومعها كابتن أسامة السيد وأحمد زيدان منطقة القاهرة لكرة القدم. الأمور ماشية بشكل جيد حتى الآن على المستوى التحكيمي في المباراة. وادي أمامنا اللاعب مازن ياسر لاعب نادي الجونة اللي نزل مع بداية أحداث الشوط الثاني بيلعب الكرة العرضية، لكن ترتد وتعود مرة ثانية للنادي الأهلي، ولكن رجعت الكرة لمازن لفريق الجونة ناحية الشمال. مازن بيلعب كرة بينية حلوة، نقلة جميلة جدا اتعملت، ولكن بقى تدخل في توقيت مناسب للاعب محمد وائل وياخد منها كرة للنادي الأهلي. محمد وائل، برافو يا محمد، عمل تغطية دفاعية جيدة في اللقطة الماضية، وطلعت الكرة خبطت كده في لاعب الجونة وطلعت وبقت ركلة مرمى للنادي الأهلي، تتلعب على طول من طارق حسن اللي بيلعبها هناك ناحية الشمال. إسلام عبد الله يتقدم للأمام، إسلام وماشي لسه الكرة معاه وبيلعب الكرة الأمامية عالية ومعدية، إنما على طول مقطوعة مرة تانية لفريق الجونة اللي أخدوا الكرة وتقدموا كده للأمام عن طريق بقى اللاعب علي عادل، عدى وماشي ولعبها لكهربا، كهربا محمود كهربا مع علي عادل لكهربا مرة تانية، أدي كهربا وجاي له سامح عمر، كهربا عدى كهربا، عدى كهربا ولعب الكرة على حدود منطقة خطرة جدا لفريق الجونة، وأدي المحاولة بقى، ولكن على طول يعني قدروا إن هم يجيبوها لاعبي النادي الأهلي. الكسرة تتفوق على الشجاعة في اللقطة الماضية وترجع الكرة مرة أخرى للنادي الأهلي عن طريق اللاعب علي نادر، عدى وماشي علي نادر وطلعت الكرة وبقت رمية تماس من اللاعب احمد نور الدين لاعب فريق الجونه، علشان تبقى رامي التماس النادي الاهلي من ناحيه شمال هيلعبها اللاعب اسلام عبد الله. اسلام في وسط الملعب، ميدو نبيل بيلعبها على طول الكره للنادي الاهلي، عبد الرحمن شريف بيلعب كره بينيه عايز يلعبها في اتجاه احمد اشرف، انما على طول مقطوعه ترجع لمحمد وائل مره ثانيه، محمد وائل في الخلف بيعيدها للنادي الاهلي، نفس سيناريو الشوط الاول، ادي محمد وائل واقع على ارض الملعب بيتالم كده، سلامات يا محمد، الف سلامه لمحمد وائل لاعب النادي الاهلي اللي واقع على ارض الملعب. نادي الجونه مشاهدينا الاعزاء اللي كان اسس عام 2003، ادي اللقطه وادي الاعاده وادي التدخل القوي جدا في اللقطه الماضيه امامنا على اللاعب محمد وائل، وايضا كابتن نوره سمير ما ادتش انذار في اللقطه الماضيه. نادي الجونه مشاهدينا الاعزاء اسس عام 2003، كان صعد للدوري الممتاز في موسم 2009 و2010، وصعد ايضا في الموسم الماضي بعد منافسه شرسه بقى مع نادي لافيينا بمجموعه صعيد بالقسم الثاني بفارق نقطه وحيده. وبالمناسبه بقى بالشيء يذكر، يعني نادي لافيينا عاملين حاله ممتازه بشكل احترافي كبير جدا مع مستر محمود الاسيوطي وكابتن وائل حبيب. ادي كوره ملعوبه هناك ناحيه شمال الجونه اللي كان صعد للدوري الممتاز بفارق نقطه وحيده، ادي كوره ملعوبه مره ثانيه وترجع داخل منطقه الجزاء كده مشاهدينا، تتلعب الكوره هناك ناحيه اليمين انما على طول مقطوعه وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تنس. الاهلي 2008 بالامس كان عنده مباراه كده مع لافيينا والاهلي حقق الفوز بثلاث اهداف مقابل لا شيء، يعني انتصارات عريضه لقطاع الناشئين للنادي الاهلي في دوري هذا الموسم. كل التوفيق طبعا لكل الفرق في كل المراحل السنيه بعد موسم رائع جدا في الموسم الماضي، ولكن البدايات ايضا مبشره في هذا الموسم. ترجع الكره في الخلف، نجاحات عديده طبعا بقى لمجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب، وسعادة كبيرة جدا لجماهير النادي الأهلي إن شاء الله تكتمل أيضا ببطولات، ويكون افتتاحيتها يوم 15 بالفوز ببطولة السوبر بإذن الله على اتحاد العاصمة. أدي انطلاقة مرة تانية ومحاولة لعلي نادر، بيلعب الكرة الكهرباء داخل منطقة، كهرباء بيحاول ولكن على طول مقطوع الكرة للنادي الأهلي وتتلعب الكرة، وشوف لاعبي الأهلي مش عايزين يشتتوا بيحاولوا يطلعوا بالكرة ويعملوا بيها هجمة، على الرغم من أن الأهلي متقدم 3-0 على الجونة، ولكن التعليمات واضحة طبعا من كابتن محمد شرف المدير الفني. ترجع الكرة في وسط الملعب مرة تانية، شرف مصطفى بيعدي وماشي، شرف مصطفى بيلعب الكرة البينية إنما إسلام عبد الله بيلمس على طول وقبل اللاعب مصطفى محمد وتطلع وتبقى ركلة ركنية لنادي الجونة من ناحية اليمين. ركلة ركنية، أدي أمامنا اللاعب إسلام عبد الله لاعب النادي الأهلي، والركلة الركنية لنادي الجونة من ناحية اليمين هيلعبها اللاعب مازن ياسر. ركلة ركنية للجونة هيلعب مازن ياسر في هذه اللحظات. مازن ياسر، الجونة طبعا يبحث عن الهدف الأول علشان يرجعوا للمباراة، وادي الكرة العرضية العالية معدية على الأيمن البعيد، ولكن محمد وائل عامل التغطية الدفاعية المتميزة وبيطلع على طول. ترجع الكرة مرة تانية للجونة على حدود المنطقة عند اللاعب شرف مصطفى، إنما يتدخل دفاع النادي الأهلي وياخدوها، وادي الهجمة بقى السريعة، ادي الانطلاقة الحلوة من ناحية الشمال للأهلي، ادي الانطلاقة الجميلة للنادي الأهلي، ادي بقى الكرة، وادي الكرة الحلوة أحمد أشرف بيلعب كرة عرضية أحمد أشرف، ولكن على طول تعود الكرة إلى حارس المرمى مصطفى مجدي. مصطفى مجدي بيمسك على طول حارس مرمى نادي الجونة في مباراة اليوم وبيلعب الكرة الأمامية العالية معدية وترجع للاعب ميدو أسامة اللي بيقع على أرض الملعب،
وكابتن نورة سمير ايضا ما ادتش حاجه في اللقطه اللي فاتت، وترجع الكره للنادي الاهلي، وعلى طول بيتم ايقاف اللعب للاطمئنان على سلامه اللاعب اللي هو على ارض الملعب من جانب لاعبي النادي الاهلي. ادي ميدو اسامه على ارض الملعب، وكابتن نورة سمير بتتوجه نحوه كده للاطمئنان عليه. نتيجة الأهلي 3 الجونة لا شيء حتى الآن، ووصلنا للدقيقة 62 من عمر أحداث هذا اللقاء. ده كان اللاعب علي نادر، اللي أمام حضراتكم لاعب النادي الأهلي، وقام سليم الحمد لله علي نادر. تعود الكرة مرة تانية للنادي الأهلي بعد استئناف اللعب والاطمئنان على سلامة اللاعب علي نادر. انطلاقة من ناحية شمال للاعب ميدو أسامة. ميدو بيرجع للخلف مرة تانية للاعبي النادي الاهلي، ابراهيم عبد الحكيم في وسط الملعب لمصطفى ابو الخير اللي بيرجع للخلف كده عند اللاعب عبد الرحمن رشدان، اللي بيلعبها مره ثانيه لابراهيم عبد الحكيم ناحيه الشمال في وسط الملعب مصطفى ابو الخير. استلام من مصطفى، بيلعب كره بينيه حلوه ومتواجده كده ناحيه اليمين الكوره، وادي احمد اشرف بيسند على طول احمد اشرف على ميدو نبيل. ميدو نبيل بيلعبها ناحيه اليمين عند محمد وائل، فتح له احمد اشرف لعبها له على طول، انما كانت محتاجه تبقى يعني اقوى من كده شويه. واحمد اشرف حاول، وعرضيه حلوه من احمد اشرف الحقيقه، احيا الهجمه واحيا الكره في اللقطه الماضيه ولعبها عرضيه، انما بقى ما كانش في حد مكمل داخل منطقه الجزاء بشكل يعني قريب من الكره على الايمن قريب للاعبي النادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه، محمد وائل الاهلي حريص على اضافه الهدف الرابع في مباراه اليوم، وادي احمد اشرف بيلعب الكره الاماميه انما على طول مقطوعه مره ثانيه. تتلعب الكره وتوصل ناحيه الشمال للاعبي النادي الاهلي، ادي الهجمه وادي المحاوله، والكره ملعوبه كده في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، انما على طول مقطوعه لفريق الجونه، والانطلاقه من ناحيه شمال ياخدها اسلام عبد الله، بيضغط لاعبي الاهلي على طول ويستخلصوا الكوره، وتتلعب اماميه من ميدو اسامه، ولكن في تسلل رايه وصفاره. عندنا بقى اللاعب محمد حمدي ميسي اللي كان يعني سبق تصعيده، نشوف الهجمه دي الاول، ادي امامنا احمد اشرف، شوف احمد اشرف، سبق الكل ولعب الكره العرضيه، ولكن بقى هنا يعني حاول في اللقطه الماضيه لاعبي الاهلي كان بعيد شويه اللاعب عبد الرحمن شريف، الكره لو اتلعبت في الخلف شويه، انما الحقيقه احمد اشرف كان لديه صعوبه في انه يلعب الكره في لورا شويه يعني في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، لان هو عمل مجهود كبير جدا في الهجمه الماضيه دي ولعبها بالعرض، ما كانش فيه افضل من اللي اتعمل الحقيقه من اللاعب احمد اشرف. كنا بنتكلم وبنقول ان محمد حمدي ميسي متواجد على مقاعد البدلاء، اللاعب اللي كان تم تصعيده في فتره موسيماني مع النادي الاهلي، وايضا في اللاعب احمد طايمه اللي احترف فتره باليونان. تتلعب الكره مره ثانيه الى خارج الملعب، وطلعت وبقت رمي التماس من ناحيه شمال للنادي الاهلي. مصطفى ابو الخير، مصطفى بيلعب الكره لمحمد وائل، ادي محمد وائل امام حضراتكم بيلعب كره بينيه حلوه، مقطوعه الكره ترجع لمحمد وائل مره ثانيه اللي بدا يضم في العمق كده وبيلعب الكره للاعب ميدو نبيل، وادي انطلاقه من ناحيه شمال اسلام عبد الله، اسلام عبد الله بيلعب كره عرضيه خطيره جدا، اللقطه اللي فاتت دي، ولكن توصل بقى الى مصطفى مجدي حارس مرمى نادي الجونه، بيلعبها اماميه وحاول يعطله كده اللاعب عبد الرحمن شريف. تعود الكره مره ثانيه لعبد الرحمن رشدان لاعب النادي الاهلي، عبد الرحمن رشدان، يا سلام يا عبد الرحمن، عدى بشكل متميز وعدى بشكل كبير، لاعب اكتسب ثقه بقى وكان يعني تم تصعيده مع المدير الفني مارسيل كولر. ادي انطلاقه من ناحيه شمال، وكره داخل منطقه، في اللقطه الماضيه، وعلى طول بقى كابتن نوره سمير ما ادتش حاجه، وترجع الكره للنادي الاهلي، وادي الانطلاقه من ناحيه اليمين، وبيحاول يجيبها بقى هنا امامنا اللاعب ميدو نبيل، انما الكره طلعت وبقت رمي التماس لصالح الجونه، امام انظار احمد زيدان المساعد الثاني في مباراه اليوم. زياد كامل بيلعب الكرة الأمامية سامح عمر، إنما يضغط يا ولد يا لعيب يا محمد يا وائل ويجيبها. محمد وائل عمل الضغط في اللقطة الماضية ولسه مستمر الضغط من جانب لاعبي النادي الأهلي، وعلى طول لاعبي الجونة بيغلطوا وبيطلعوا الكرة إلى خارج الملعب. طلعت وبقت رمي التماس للنادي الأهلي. أدي الضغط اللي بيؤدي للأخطاء، وأدي الإعادة، وأدي التدخل والحكم لحضراتكم. ومعانا بقى الكابتن ناصر عباس هو اللي هيتكلم في كل الحالات دي. أدي اللقطة اللي كانت أمام حضراتكم اللي كان فيها بعض يعني المطالبات بمخالفه للنادي الاهلي داخل منطقه الجزاء وبالتالي ركله جزاء فيها بقى من عدمه، كابتن ناصر عباس هو اللي يقول لنا الكلام ده. رمي التماس من ناحيه اليمين، هل بقى في تبديل ولا حاجه؟ هنشوف. ادي تبديلات للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. تبديلات للنادي الاهلي من قبل كابتن محمد شرف، تبديلين دفعه واحده كده، ومحاولة
للدفع ببعض العناصر لتنشيط الأمور داخل أرض الملعب وتبديلات للنادي الأهلي في مباراة اليوم. خرج بقى اللاعب عبد الرحمن شريف، وخرج أيضا اللاعب مصطفى أبو الخير في مباراة اليوم. مشاهدينا الأعزاء، مصطفى أبو الخير بيخرج، وعبد الرحمن شريف اللي كان سجل الهدف الأول في المباراة، وبينزل على طول لاعبي النادي الأهلي. اللاعب أحمد طايمة زي ما قلنا لحضراتكم، كنا لسه بنتكلم وبنقول إنه ممكن يشارك في المباراة، وبالفعل أحمد طايمة بيتواجد أهو، وهنشوف مين اللي نزل معاه تاني. ترجع الكرة مرة تانية للاعبي النادي الأهلي، وتتلعب على طول أمامية من اللاعب عبد الرحمن رشدان هناك ناحية الشمال، وادي كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء. كرة كده على حدود منطقة الجزاء بتتلعب على طول أمامية وتوصل هناك ناحية الشمال، أعتقد اللاعب سمير محمد اللي نزل. هنشوف اتلعب الكرة مرة تانية وتوصل هنا للاعبي نادي الجونة على الجانب الأيسر من ملعب المباراة. مشاهدينا الأعزاء، تتلعب الكرة محمد حنفي بيلعبها للاعب علي عادل، عدى وماشي ورمي التماس من ناحية الشمال لصالح نادي الجونة. رمي التماس للجونة بتتلعب على طول، مازن ياسر بيعدي، مازن ياسر وبيلعبها للاعب سامح عمر في وسط الملعب شرف مصطفى لسامح عمر مرة تانية للجونة. نقلات كده من لاعبي الجونة على حدود منطقة جزاء النادي الأهلي، وادي المرور بقى من اللاعب محمد حفني بيلعبها لشرف مصطفى لسامح عمر. سامح عمر بيلعب كرة بينية على حدود المنطقة، وكهربا بيحاول إنما يرجع ويجيبها لاعبي النادي الأهلي عن طريق طايمة. ادي طايمة وأول لمسة، بيلعب الكرة هناك ناحية اليمين، وانطلاقة كده أمامنا للاعب اللي بقى جه هنا ناحية اليمين، لاعب النادي الأهلي علي نادر اللي حاول في اللقطة الماضية، ولكن رجعت الكرة للجونة مرة تانية. انطلاقة هنا أمامنا من اللاعب مازن ياسر بيلعبها ناحية الشمال عند اللاعب سامح عمر. سامح بيلعب لمازن، ومازن ومحمد وائل، وترجع الكرة مرة تانية، وادي الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الجونة، ولكن تدخل في توقيت مناسب بقى من اللاعب إسلام عبد الله لاعب النادي الأهلي، وتتلعب الكرة هناك ناحية الشمال، وبيخرجوها لخارج الملعب علشان يطمئنوا على سلامة اللاعب مصطفى محمد اللي واقع أمام حضراتكم على أرض الملعب، لاعب نادي الجونة في مباراة اليوم. وعلى أرض الملعب لاعب نادي الجونة في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء. هذه الجولة، الجولة الثانية اللي بتشهد لقاءات الأهلي والجونة، المباراة اللي أمام حضراتكم، بيراميدز مع الإسماعيلي، إنبي مع الاتحاد السكندري، المصري مع السد بأسوان، غزل المحلة مع بلديات المحلة، زد اف سي مع طنطا، فيوتشر مع بتروجيت، القناة مع سموحة، والمقاولون العرب مع الزمالك، وسيراميكا مع طلائع الجيش. كلنا عارفين طبعا قرارات لجنة المسابقات بقطاعات الناشئين ودوري الجمهورية، اللي قالوا طبعا المواليد بتاعة 2003 و2005 هيلعبوا كلها على ملاعب نجيل طبيعي، ولكن الحقيقة يعني شفنا نادي السد بأسوان وصعوده من دوري الدرجة الرابعة والمشاركة في دوري الجمهورية، ولكن الملعب بتاعهم هو نجيل طبيعي، ولكن ملعب صعب شوي، ملعب صعب شوي. كل التحية ليهم طبعا، أكيد على قد الإمكانات، ولكن نتمنى بقى أنه الملعب يكون أفضل من كده. تعود الكرة مرة تانية، ممكن بقى وزارة الشباب والرياضة يعني يساندوا نادي السد بأسوان. أدي كرة ملعوبة أمامية قناة النادي الأهلي، وبرنامج الأشبال بقى مع الكابتن أسامة حسني، وتغطية دوري الجمهورية بجميع المراحل العمرية الحقيقة، ونقل المباريات على الهواء مباشرة، وملخص المباريات والأخبار والأمور دي كلها بنشوفها مع الكابتن أسامة حسني وبرنامج الأشبال، وأيضا الاستوديو التحليلي. وادي رمي التماس من ناحية اليمين، شيء جيد وشيء جميل جدا أنه يتم نقل مباريات الناشئين على الهواء مباشرة، ويعني هي فرصة لعرض هؤلاء اللاعبين في هذه المرحلة العمرية المهمة جدا. مواليد 2003 خلاص، يعني أنت هي أمتار قليلة وتلعب مع الفريق الأول، ودي فاترينة عرض بقى نقل المباريات. وحلوة حلوة حلوة، عبد الرحمن رشدان يعني صحصح الدنيا كلها بتصويبة قوية جدا في اللقطة الماضية، مرت كده بجوار القائم الأيسر. أدي اللقطة، أدي اللقطة الحلوة، شوف عبد الرحمن رشدان، شوف عبد الرحمن رشدان، شوف التصويبة الحلوة، شوف التصويبة الحلوة، شوف رايحة فين، وتمر كده بجوار القائم الأيسر وتطلع وتبقى ركلة مرمى لفريق الجونة في مباراة اليوم، وتتلعب الكرة هناك عند كهربا. أدي كهربا بيحاول يعدي محمود كهربا في اللقطة الماضية، ولكن الكرة تمر مع يعني كان مشترك بقى مع اللاعب ابراهيم عبد الحكيم لاعب نادي الاهلي. امامنا كهربا اهو امام حضراتكم،
لاعب نادي الجونه في مباراه اليوم، والمخالفه للنادي الاهلي واللاعب ابراهيم عبد الحكيم المدافع الصاعد والواعد في دفاع النادي الاهلي النهارده مع عبد الرحمن رشدان ومع احمد داوود. ترجع الكره في وسط الملعب، انطلاقه واستلام من اللاعب سمير محمد. سمير محمد، وترجع الكره مره ثانيه لحارس المرمى للجونه مصطفى مجدي. كرة ناحية الشمال عند اللاعب محمد حفني، ترجع له مرة تانية للجونة، وضغط كده أمامنا من اللاعب طايمة لاعب النادي الأهلي اللي زي ما قلنا لحضراتكم احترف فترة باليونان كده زي ما قال لنا الدكتور أحمد ثابت. تعود الكرة هناك ناحية اليمين، وادي الانطلاقة الحلوة للاعب مروان محمد، عمل زيادة كده وترك المواقع الدفاعية علشان يكمل في التكملة والعمليات الهجومية لنادي الجونة في مباراة اليوم. ادي الهجمة من ناحية شمال الجونة اللي بيحاول على الاقل انه يسجل هدف في المباراه، ولكن بقى ان تقدمه للامام ده في بعض اللحظات ممكن يؤدي الى نتائج يعني صعبه شويه عليهم، نظرا لو لاعبي الاهلي قدروا ان هم ينفذوا الهجمه المرتده بشكل كويس يعني، انما اتقطعت ورجعت للجونه مره ثانيه. وادي بقى مازن ياسر، مازن ياسر بيحاول، رجعت الكره، ادي الهجمه المرتده اللي بقول لحضراتكم عليها، شوف بقى زياده العدديه انما في بطء شويه في التنفيذ، ورجعت الكره هناك ناحيه الشمال، وادي الانطلاقه للاعبي النادي الاهلي ولسه الهجمه. وادي بقى الكره لاحمد اشرف لاعب الهداف، اللاعب اللي سجل هدف في مباراه اليوم كان الهدف الثالث، وكان سجل 6 اهداف في دوري الموسم الماضي. طايمه بيلعب الكره مره ثانيه ناحيه اليمين للاعب علي نادر، علي نادر للاهلي، فتح له محمد وائل، وادي كره عرضيه من علي ماهر من علي نادر، علي نادر بيلعب الكره العرضيه وترجع له مره ثانيه علي نادر، بيلعبها لمحمد وائل ناحيه اليمين، محمد لعلي، علي نادر، علي نادر، والمره دي يسدد علي نادر بدل ما يلعب الكره عرضيه بقى في اتجاه اللاعب سمير محمد في اللقطه الماضيه. تعود الكره مره ثانيه سمير محمد اللي اصبح بيشغل مركز راس الحربه بعد خروج بقى اللاعب عبد الرحمن شريف، لاعب الهداف واللاعب الاكتشاف واللاعب اللي قدم نفسه بشكل متميز جدا وسجل هدفين، هدف على بلديه المحله حسم به الاهلي وحصل على اول 3 نقاط في دوري هذا الموسم، واليوم ايضا افتتح التهديف للنادي الاهلي في الشوط الاول في مباراه الجونه اللي مستمره بها النتيجه حتى الان، الاهلي 3 والجونه لا شيء، وبنلعب في الدقيقه 74 خلاص يعني 16 دقيقه وبعض الثواني كده على نهايه الوقت الاصلي لاحداث الشوط الثاني والمباراه ككل طبعا، واكيد هيكون في وقت بدل ضايع وتبديل لفريق الجونه من قبل المدير الفني كابتن محمود نظمي في مباراه اليوم. حاول طبعا اصلاح بعض الامور على المستوى الخططي داخل ارض الملعب. اتلعبت الكره اماميه وتوصل مره ثانيه عاليه على حدود منطقه الجزاء انما بيطلع دفاع النادي الاهلي، كره كده في وسط الملعب ملعوبه عند اللاعب طايمه، ادي طايمه بيلمس وبيلعب كره اماميه، ترجع الكره مره ثانيه للجونه من ناحيه الشمال مشاهدينا الاعزاء، والانطلاقه والمحاوله في هذه اللحظات وتوصل ناحيه اللاعب شرف مصطفى اللي بيحاول، وهنشوف بقى هل هي ركله ركنيه ولا ركله مرمى، اعتقد ركله ركنيه لفريق الجونه. ادي امامنا كابتن نوره سمير حكم هذا اللقاء منطقه القاهره لكره القدم والعنصر النسائي اللي متواجد في التحكيم في هذا الموسم في دوري الجمهوريه، والركله الركنيه تجربه بقى بيتمنى القائمين على الحكام انها تكلل بالنجاح، اضافه العنصر النسائي لمباريات كره القدم شفناها في العالم كله الحقيقه وايضا في الكره المصريه. ادي بقى كره تتلعب على طول اماميه وتوصل هنا ناحيه الشمال لصالح اللاعب سامح عمر، بيلعب كره بينيه حلوه، حلوه الكره، وادي الهجمه، ادي الهجمه والمحاوله في هذه اللحظات، ولكن طلعت ومرت الى خارج الملعب، طلعت وبقت ركله مرمى. اللاعب احمد صلاح اللاعب اللي كان نزل منذ لحظات مع فريق الجونه، احمد صلاح كرة احمد صلاح طلعت وبقت ركله مرمى للنادي الاهلي، طارق حسن بيلعبها على طول، هدوء طبعا بيشهده هذا اللقاء بعد ما تقدم الاهلي ب3 اهداف واقترب من حسم النقطه رقم 6 في دوري الجمهوريه اللي بيقام بنظام الدور الواحد وبعد كده ال10 بيصفوا، ومره ثانيه بيتم ايقاف اللقاء علشان اللعيبه يتناولوا بعض المياه كده، وايضا يعني على طريقه الوقت المستقطع بقى في الالعاب الجماعيه. المدير الفني محمد شرف امام حضراتكم بيتكلم بقى مع اللاعبين
وبيشرح لهم بعض الامور اللي عايزهم ينفذوها. على الجانب الاخر طبعا محمود نظمي المدير الفني للجونه بيحاول اصلاح الامور في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، نظرا ل يعني الاهلي متقدم عليه 3-0 والامور بقت صعبه عليه طبعا، ودي حتى الان الخساره الثانيه حتى الان، لسه طبعا المباراه ما انتهتش، كل شيء بينتهي مع صافره الحكم، ولكن هم خسروا في الجوله الاولى امام المصري 0-1 بالجونه، والان حتى الان متاخرين امام النادي الاهلي 3-0 هنا بملاعب الاهلي بمدينه نصر. على الجانب الاخر طبعا الاهلي حامل اللقب لدوري الجمهوريه مواليد 2003، ادي بقى الحكام طبعا بيشربوا المياه زيهم زي اللعيبه في درجات الحراره اللي بتشهدها مصر في هذه الايام الحقيقه، ولكن يعني الجو مهما كان حر هو كويس، كلنا عارفين بقى الجو المصري والطقس المصري الجميل والرائع الحقيقه. وطبعا يعني المباراه لا زالت متوقفه مشاهدينا الاعزاء، وان شاء الله هنعود مره ثانيه ونستكملها، والاهلي حتى الان متقدم ب3 اهداف مقابل لا شيء على فريق الجونه. الاهداف كان سجلها عبد الرحمن شريف الهدف الاول في الشوط الاول، وميدو اسامه اللي كان سجل الهدف الثاني، واحمد اشرف اللي اضاف الهدف الثالث مشاهدينا الاعزاء. ودي امامنا بقى كابتن محمد شرف اللي بيتكلم مع اللاعبين اللي عاملين ماتش كويس جدا حتى الان، يعني عاملين ماتش كويس جدا، بينقلوا الكره ما بين اقدامهم بشكل حلو، ونقلوا الكرات من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين زي ما شفنا في الشوط الاول، وايضا مجريات الامور في الشوط الثاني قدروا ان هم يسجلوا 3 اهداف ويصنعوا بعض الفرص ومسيطرين على الامور، وفي نفس الوقت يعني ادي بقى بعض الاحماءات والامور دي من لاعبي النادي الاهلي. لازلنا في بدايه الموسم واكتمال بقى اللياقه البدنيه واللياقه الفنيه، وادي امامنا اللاعب بقى عبد الرحمن شريف اللي متواجد على مقاعد بدلاء بعد ان خرج في الشوط الثاني، وكان سجل الهدف الاول في المباراه مشاهدينا الاعزاء للنادي الاهلي، واضاف زملائه زي ما قلنا ميدو اسامه واحمد اشرف الهدف الثاني والثالث على الترتيب. تعود الكره مره ثانيه، وصلنا للدقيقه 79 من عمر واحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، الاهلي 3 الجونه لا شيء. قطع الكره وصلت لطايمه، طايمه بيفتح الملعب هناك ناحيه شمال، مكاسب عديده جدا طبعا حتى الان في المباراه للمدير الفني محمد شرف، اطمئنان على اللاعب الهداف بتاعه عبد الرحمن شريف، وايضا عوده اللاعب احمد اشرف للتسجيل في الجوله الثانيه. ادي انطلاقه من ناحيه اليمين للاعب محمد وائل، محمد وائل بيلعب كره عرضيه شالها بشكل كويس محمد وائل، انما الكره اعتقد خرجت، مجهود كبير جدا من هذا اللاعب، لاعب متميز اللاعب محمد وائل اللي بيشغل جبهه اليمنى للنادي الاهلي، ولكن الكره كانت تخطت الخط كده وطلعت خط المرمى وبقت ركله مرمى لفريق الجونه. ادي الضغط من لاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب علي نادر، تتلعب الكره لفريق الجونه مره ثانيه، وادي الضغط من طايمه، طايمه بيحاول احمد طايمه، انما على طول لاعبي الجونه بيحاولوا يخرجوا بالكره كده وسط هذا الحصار الاهلاوي امام منطقه جزائهم، وترجع الكره للحارس مصطفى مجدي اللي ارتبك كده ولعب الكره بسرعه، عائده الكره من جديد للاعبي النادي الاهلي. شوف بقى لاعبي الاهلي لما بيعملوا الضغط على فريق الجونه، فريق الجونه بيرتبكوا وبيطلعوا الكره بشكل عشوائي، وبالتالي بتعود للاعبي النادي الاهلي اللي بيقدروا ان هم يجيبوها من جديد ويبنوا هجمه من اجل بقى اضافه الهدف الرابع في مباراه اليوم وتشكيل خطوره على مرمى الحارس مصطفى مجدي. 3-4 نقلات بشكل جيد من لاعبي الاهلي، انما على طول يتدخل الجونه ويجيبوها عن طريق اللاعب سامح عمر اللي بيتقدم للامام وماشي من ناحيه اليمين، والكره الملعوبه الاماميه وفاول لفريق الجونه، فاول للجونه للاعب مصطفى محمد لامام حضراتكم، ركله حره للجونه من ناحيه اليمين احمد صلاح، بتتلعب الكره من مروان محمد في الخلف لزياد كامل في وسط الملعب، شرف مصطفى بيحاول يعدي شرف انما اتقطعت ورجعت الكره للنادي الاهلي. ادي بقى الهجمه السريعه للاهلي في هذه اللحظات، ميدو اسامه بيلعب كره بينيه حلوه لطايمه في الامام كده، وادي الكرة ملعوبة ملعوبة بقى من سمير محمد انما توصل الى حارس المرمى مصطفى مجدي. سمير محمد، يا سلام لو سمير محمد هو كمان يقدر يسجل هيبقى شيء جيد جدا، عشان بقى اللعيبة اللي بيلعبوا في مركز راس الحربة يقدروا. ادي الانطلاقة وسمير بيتحرك، تتلعب له الكرة انما على طول مقطوعة وتوصل للاعب زياد محمد، بيلعب الكرة في وسط الملعب لمازن ياسر، مازن لسه الكرة مع مازن ياسر بيلعب الكرة مرة ثانية، وادي زياد محمد، زياد بيفتح الملعب هناك ناحية اليمين، أحمد نور الدين، أحمد لشرف مصطفى للجونة، وأدي بقى الضغط اللي بيعمله على طول طايمة،
على اللاعب اللي معاه الكوره والهجمه للنادي الاهلي من ناحيه شمال، انما طولت الكوره وطلعت وبقت رمي التماس لصالح الجون، رمي التماس للجونه من ناحيه اليمين. احمد نور الدين هيلعب، ادي احمد نور الدين بيلعب في الدقيقه 82 من عمره احداث اللقاء. الاهلي 3 الجونه لا شيء، ورمي التماس مره تانية من ناحيه الشمال للنادي الاهلي. رمي التماس للاهلي، هل في تبديل ولا ايه؟ هنشوف. بالفعل في تبديل للنادي الاهلي في مباراه اليوم، تبديل للنادي الاهلي، لاعب يتلقى كده التعليمات الاخيره قبل نزوله بقى الى ارض الملعب. شايف انا اللاعب ميدو اسامه، يبدو انه هيغادر. بالفعل ميدو اسامه بيخرج في احداث هذا اللقاء، ميدو بيخرج، ميدو اسامه بعد ان سجل الهدف الثاني الحقيقه، وصنع الهدف الثالث لزميله احمد اشرف، وتبديل كده من قبل بقى المدير الفني كابتن محمد شرف في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ورميه التماس للنادي الاهلي، محمد شرف بيحاول يعني هو اجرى كده الخمس تبديلات من اجل يعني مشاركه اكبر عدد واستفاده اكبر عدد من اللاعبين في المباراه، وكل الامور دي هنشوفها طبعا في الاستوديو التحليلي ما بعد احداث هذا اللقاء مع الكابتن اسامه حسني، كابتن محمد حشيش، ودكتور احمد سند. تعود الكوره لطارق حسن بيلعبها مره ثانيه، عبد الرحمن رشدان، ابراهيم عبد الحكيم، اماميه ملعوبه عاليه واصله هنا ناحيه اليمين، وهذه المحاوله في هذه اللحظات، والكره تصطدم كده بوجه لاعب الجونه، ولسه اللعب مستمر، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. سلامات هنا للاعب زياد محمد لاعب فريق الجونه، وادي حكم اللقاء كابتن نوره سمير بتطمئن على اللاعب، ورميه التماس للنادي الاهلي، رميه التماس للنادي الاهلي. ادي امامنا اللاعب محمد وائل، محمد وائل ترجع له الكره مره ثانيه، وادي كره عرضيه على حدود منطقه الجزاء، ولسه الهجمه مره اخرى لصالح النادي الاهلي. لاعب عبد الله زيدان هو اللي كان تم تبديله منذ لحظات، لاعب النادي الاهلي، تتلعب الكره وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح، هنشوف للاهلي ولا للجونه، هنشوف للاهلي ولا للجونه، اعتقد للجونه من ناحيه شمال، بالفعل للجونه. رمي التماس للجونه، هيلعبها اللاعب علي عادل، بيلعبها لمحمد حنفي العالي اللي بيتقدم الامام وماشي، ولكن راجع على جونه كده ويرجع ويجيبها منه على طول اللاعب عبد الله زيدان، لاعب النادي الاهلي اللي بياخد فاول. عبد الله زيدان اللي شارك بدلا من اللاعب ميدو اسامه، وتتلعب الكوره خطره جدا، علي، علي نادر لعبد الله زيدان، بيحاول لعلي نادر وتصوير. يا ولد يا ولد، ايه الجول الحلو ده؟ ايه الجول الحلو ده يا جماله؟ ده سايق دلاله، حاجه جميله جدا. علي نادر ادى قذيفه مدويه، ادى قذيفه حلوه 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 يا ولد يا لعيب يا علي يا نادر. وادي بقى التصويب من خارج منطقه الجزاء، والسلاح مهم جدا، سلاح مهم جدا، والهدف الرابع للنادي الاهلي، الهدف الرابع للنادي الاهلي. انما تصويبه ايه؟ تصويبه قويه جدا، ولا مصطفى مجدي ولا حتى الحارس اللي معاه يوسف البدري، لو هما الاثنين وقفوا في المرمى، شوف الراجل ضغط وشوف الراجل جابها ورجعت له مره ثانيه في اللقطه الماضيه، لانه حظه حلو. الكوره دايما والتوفيق دايما مع المجتهد، وشوف التصويبه رايحه فين، شوف التصويبه رايحه فين، دي رايحه يعني في الثمانيه، وهدف جميل جدا 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 لعلي نادر اللي بيضيف الهدف الرابع للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، وسط يعني تجربة ناجحة وكبيرة ومميزة. الأهلي اليوم أمام الجونة مواليد 2003 في الجولة الثانية، مباراة فيها مكاسب عديدة جدا 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 النهاردة، وشفنا بقى سلاح التصويب والهدف اللي كان سجله بقى اللاعب المتميز علي نادر في اللقطة الماضية، والهدف الرابع للنادي الأهلي. كلنا عارفين طبعا القرارات اللي خدها اتحاد الكورة بأنه يعني في حالة التعادل ركلات ترجيح، نشوف الهجمة دي الأول، وادي علي نادر مرة تانية، وفرصة، فرصة كان ممكن بقى، كان ممكن علي نادر يضيف أهداف أخرى في اللقطة الماضية لنفسه وللنادي الأهلي، ولكن بقى حارس المرمى المرة دي مصطفى مجدي يتصدى. كان هناك بعض الاقتراحات أيضا أنه الهدف اللي يأتي من خارج منطقة الجزاء، ادي علي نادر، شوف علي نادر، وشوف بقى حارس المرمى مصطفى مجدي اللي تألق في التصدي اللقطة الماضية، يعني كان بالإضافة للعب ركلات ترجيح في حال انتهاء المباراة بالتعادل، كان في بعض الاقتراحات انه الهدف من خارج منطقه الجزاء يبقى بهدفين، والهدف بالراس يبقى بهدفين، ولكن يعني المقترحين الاخرانيين دول ما تمش الاتفاق عليهم، هم اكتفوا بس باقتراح ركلات الترجيح في حال انتهاء المباراه بالتعادل باي نتيجه، يلعبوا ركلات ترجيح، وبدل ما الفريق ياخد نقطه للتعادل، الفريق الفائز يحصل على نقطه اخرى ويبقى نقطتين. وادي كره ملعوبه عرضيه وتمر الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى.
يعني لو كان طبق الكلام ده باحتساب الهدف اللي من تصويبه من خارج منطقه الجزاء بهدفين، كان زمان الاهلي 5 بالتصويبه الحلوه من اللاعب علي نادر. كل دي اقتراحات طبعا من المسؤولين عن قطاع الناشئين ولجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم، من اجل تطوير بقى يعني المهارات لدى اللاعبين، العاب الهواء وايضا التصويب من خارج منطقه الجزاء، وللتعود على ركلات الترجيح اللي كانت سببت مشكله للكره المصريه. الانطلاقه وكره خطيره جدا، ولكن توصل بقى الى حارس المرمى مصطفى مجدي. ادي امامنا اللاعب سمير محمد اللي بيحاول يسجل هو كمان في مباراه اليوم. اللاعب الهداف دايما بيبحث عن التسجيل، ولكن هو لديه مهام اخرى، ان هو يعني يفتح الملعب لزملائه ويصنع الكرات، ويعني مش مهم بس ان راس الحربه يسجل، لا ده له مهام اخرى في كره القدم. ادي كره الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى للنادي الاهلي والحارس طارق حسن. ولا هنشوف ركله ركنيه للجونه، ركله ركنيه للجونه من ناحيه الشمال. سيب الكره يا طارق، النتيجه 4 خلاص، ما يعني الكلام ملوش اي داعي، لسه في خلاف هل هي ركله مرمى ولا ركله ركنيه. شايفين الراجل يعني كان رايح سامح عمر ناحيه الشمال علشان يلعب الكورنر، ولكن يبدو ان الكابتن نورة سمير كانت اشارت بركله مرمى مع كابتن اسامه السيد واحمد زيدان، وبالفعل هي ركله مرمى. النادي الاهلي اتلعبت بسرعه، رجعت لمحمد وائل وفاول للنادي الاهلي، وعلى ارض الملعب محمد وائل، واحد من اللعيبه اللي اجتهدوا واجادوا في مباراه اليوم الحقيقه، هو وكل زملائه النهارده عملوا ماتش حلو قوي، عملوا ماتش حلو قوي. ادي اللقطه وادي الاعاده وادي الهدف الجميل ده، تصويبه يعني جميله جدا. شوف بقى التصويبه وعلي نادر، ويعني ادى قذيفه مدويه، ادى قذيفه مدويه على يسار حارس المرمى مصطفى مجدي علشان يتقدم الاهلي بالهدف الرابع في مباراه اليوم، وهدف جميل جدا من تصويبه رائعه. تعود الكره مره ثانيه، ادي الانطلاقه للاعب مصطفى محمد انما اتقطعت ورجعت الكره لميدو نبيل. ميدو نبيل بيلعب الكره في الامام للاعب البديل عبد الله زيدان. عبد الله زيدان يتقدم، عبد الله يتقدم عبد الله وعايز يلعب لسمير محمد، والاثنين البدلاء بقى كان ممكن يصنعوا فرصه للهدف الخامس في مباراه اليوم، ولكن ضاعت الفرصه. بالمناسبة اللاعب اللي سجل الهدف الرابع اللي هو علي نادر كان نزل وحل بديلا إلى خارج الملعب، ومجهود كبير جدا طبعا من اللاعب محمد وائل اللي كان على واقع على أرض الملعب في اللقطة الماضية. ترجع الكرة مرة تانية، حفني عدى وماشي، عدى وماشي، ولكن التغطية الدفاعية على طول النادي الأهلي، عدى الراجل من طايمة، ومحاولة في هذه اللحظات للاعب أحمد صلاح إنما يحصل على ركلة ركنية للاعب أحمد صلاح لاعب فريق الجونة، وبنلعب في دقيقة 89 من عمر واحداث اللقاء مشاهدينا. دي 44 من عمر واحداث الشوط الثاني والمباراه. وادي امامنا اللاعب مازن ياسر. مازن ياسر بالنيولوك بقى الخاص بيه، والركله الركنيه لفريق الجونه تتلعب على طول عرضيه عاليه ومعديه، ولكن بيطلع طايمه وترجع الكره على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي وبيردها مره ثانيه طايمه. يبدو ان اللاعب بيجيد بقى يعني في التغطيه الدفاعيه اهو امام حضراتكم، انما اتقطعت منه الكوره ورجعت مره ثانيه للاعب سامح عمر للجونه. رجع وجه يا ولد يا طايمه، ايه يا ابني ده؟ لعيب هايل جدا، لعيب كان عنده تجربه في اليونان كده، بيلعب كره اماميه في اتجاه اللاعب سمير محمد انما كانت اطول منه او اطول من اللازم، وطلعت وبقت رمي التماس. كانت طويله الكره على اللاعب سمير محمد وطلعت وبقت رمي التماس لصالح نادي الجونه من ناحيه اليمين. ويعني حتى الان قطاع الناشئين بالنادي الاهلي عامل نتائج متميزه جدا في الجولات الاولى من دوري الجمهوريه على مستوى جميع المراحل العمريه والسنيه مشاهدينا الاعزاء. تاني مباراه تنقل على الهواء مباشره عبر شاشه النادي قناه النادي الاهلي. اللقاء الاول كان مواليد 2005، والاهلي حقق انتصار طويل وعريض بثمان اهداف مقابل لا شيء على نادي بلديه المحله، وسط اداء رائع جدا وردود فعل متميزه جدا على فريق 2005 وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. والنهارده الاهلي ايضا يعني عبر النقل المباشر لقناه الاهلي يتقدم على الجون 4، ودي فرصه لاضافه الهدف الخامس ومحاوله انما على طول مقطوعه. احمد نور الدين بيقطع ويتقدم من ناحيه اليمين احمد نور الدين، وبيلعب الكره الاماميه وتوصل الكره مره اخرى هناك للاعب اسلام عبد الله انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس مشاهدينا الاعزاء. بنلعب في اللحظات الاخيره، خلاص بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني والمباراه مشاهدينا في كل مكان. والاهلي 4 والجون لا شيء، الاهلي 4 الجونه لا شيء. تتلعب الكره مره ثانيه، وادي محاولات من لاعبي الجونه، خلاص المباراه بالنسبه ليهم انتهت يمكن منذ الشوط الاول، وبيحاولوا وتتلعب على طول اماميه، والاهلي اللي كان يعني لديه فرصه لاضافه اهداف اخرى. تالق لاعبي النادي الاهلي بالسهل الممتنع النهارده
في بعض الاحيان كده المدير الفني يقول لك ايه، لو المباراه سهله خلاص ما يبذلش مجهود كبير بقى علشان الاصابات، واحنا لسه في بدايه الموسم والامور دي، خلاص هو حسم النتيجه وبنتيجه كبيره، فيعني يقول للاعبين بقى يمتعوا نفسهم. وادي حته كده ما بين اقدام بقى لاعب فريق الجونه في اللقطه الماضيه، وادي الكلام اللي بقول لحضراتكم عليه. محمد وائل في وسط الملعب لميدو، ميدو نبيل بيلعبها على حدود المنطقه، وادي بقى فرصه، ادي فرصه، ادي فرصه، كان عايز يسجل، كان عايز يسجل سمير محمد النهارده. لك يا ابني، حاول سمير محمد، اخذ الكره لنفسه بشكل جيد هذا اللاعب اللي امام حضراتكم اللي كان نزل بديل في الشوط الثاني. ادي سمير محمد، شوف الاستلام، استلام جميل جدا، عدى الكره وعدى حلو قوي، عدى حلو قوي من اللاعب احمد صلاح لاعب فريق الجونه. وادي التصويبه، انما في اللحظه الاخيره كده تقلش من على وجه القدم وتمر الى خارج الملعب، وما كانش عنده التوفيق اللاعب بقى سمير محمد في اللقطه الماضيه، وطلعت الكره الى خارج الملعب وبقت ركله مرمى، تتلعب الكره مره ثانيه. ادي الجون على حدود المنطقه، وادي محاوله وتصويبه، تصويبه بقى من اللاعب احمد صلاح، ولكن توصل الى حارس مرمى النادي الاهلي طارق حسن في مباراه اليوم. طارق حسن، التصويبه اللي فاتت دي بتعبر عن مدى الصعوبه اللي واجهها فريق الجونه على المستوى الهجومي النهارده امام النادي الاهلي. يمكن تصويبتين فقط على حارس المرمى طارق حسن، والاثنين كانوا في الشوط الاول، والراجل اتعامل معاهم بشكل كويس جدا. واحده كانت من اللاعب علي عادل، والثانيه كانت من ركله حره للاعب سامح عمر فريق الجونه. دي الفرص اللي جات له في مباراه اليوم، اما النادي الاهلي حدث ولا حرج يعني. وادي النتيجه تشهد على ذلك، ادي انطلاقه من ناحيه شمال طعيمه، بيعدي وماشي وبيلعب الكوره للاعبي النادي الاهلي، بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت الضايع، وادي كوره، وادي كوره مره ثانيه، ادي كوره مره ثانيه سمير محمد، سمير محمد لا زال يحاول، انما تحركاته حلوه داخل منطقه الجزاء اللاعب اللي امام حضراتكم، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. معلش، مع توالي المباريات والامور دي اكيد هتسجل واكيد هتتالق وتلعب بشكل جيد يا سمير. ادي بقى في هذه اللحظات كابتن نوره سمير حكم هذا اللقاء، تنهي المباراه مشاهدينا الاعزاء، الاهلي 4 الجونه لا شيء، والى مزيد من الانتصارات وباذن الله بطولات للنادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء، ونتيجه جيده جدا للنادي الاهلي وقطاع الناشئين والاهلي مواليد 2003 بقياده محمد شرف يحقق فوز جديد في الجوله الثانيه. مشاهدينا الاعزاء، تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، والى ان نلتقي في مباريات اخرى قادمه لكم مني كل التحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.